مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. قبل ما نتكلم عن موضوعاتنا المختلفة، لعل أهم موضوع يشغلنا في الحاضر وفي المستقبل هو موضوع سد النهضة، موضوع المياه، وبالتالي موضوع العلاقات الثلاثية بيننا وبين السودان وإثيوبيا. ربما ما تحقق اليوم وحجم التفاؤل اللي ظهر سواء على وجه الرئيس السيسي أو من خلال كلماته وتصريحاته المعبرة عن التفاؤل، وحتى التعبير الذي أطلقه اطمئنوا معناها أن المباحثات يعني كانت إيجابية للغاية. البعض ممكن يقول ما هي كانت أحيانا بتشهد محطات إيجابية وبعد كده تحصل فيها بعض المشاكل والأزمات. حتى من هذا البرنامج اعتدنا ان احنا نقول دايما خلوا الازمات والمشاكل تحل في الدوائر الدبلوماسيه والدوائر السياسيه والدوائر المختلفه المتعلقه بها، لان الحقيقه في حساسيه شديده من تناول الاعلام لهذه القضايا في الدولتين، يعني السودان عندهم حساسيه واثيوبيا عندها حساسيه شديده، وبيعتقدوا يعني ان تناول الاعلام المصري لهذه الازمات والمشاكل بيعقدها اكثر. لما تكون القضايا مصريه بهذا الشكل خلونا نتفق على ان تعقيداتها مشاكلها ازماتها تكون داخل الدوائر الدبلوماسيه والسياسيه. لكن الرئيس السيسي اليوم كمان التعبير اللي اطلقه بعد انتهاء المباحثات والمفاوضات وهو اطمئنوا كانت بمثابة رسالة اطمئنان للشعب المصري. كونوا مطمئنين تماما، كونوا مطمئنين، كونوا مطمئنين تماما في اثيوبيا، في السودان، في مصر، كونوا مطمئنين تماما. في قادة مسؤولين والتقينا واتكلمنا واتفقنا، مفيش ضرر ان شاء الله على حد. المصلحة لأثيوبيا هي مصلحة لمصر، المصلحة للسودان هي مصلحة لمصر، المصلحة لمصر هي مصلحة لأثيوبيا. نحن نتكلم كدولة واحدة مش ثلاث دول، صوت واحد. أهم كلمات الرئيس السيسي المتعلقة بأهم أزمة تشغلنا وهي أزمة سد النهضة وأزمة مياه النيل، وبالتأكيد المباحثات كان فيها جوانب يعني تناولت كل القضايا والمشاكل والأزمات، خاصة التعقيدات الفنية اللي فيها المشكلة الكبيرة. لكن من الواضح أن في اتفاق وأن في تفاؤل يتعلق بهذه المباحثات. قبل ما نناقش معاكم القضايا المختلفة، بعد قليل هيبقى معانا الأستاذ المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الذي ما زال محتملا حتى الآن، ولكن هو على وشك بعد الإعلان عن المرشحين بشكل رسمي على وشك أن يصبح المرشح في انتخابات الرئاسة، على اعتبار ان اهم مشكلة واهم عائق هي جمع التوكيلات وجمع التوقيعات. انتهى منها المهندس موسى مصطفى موسى، وفي اسئلة كثيرة هتبقى في اذهان الناس هنسألها له، هيبقى معانا بعد قليل ربما في اول ظهور تلفزيوني مباشر على الهواء معه. وهنا كمان الناس لما تقعد تتابع اللي كان بيحصل على الساحة خلال الساعات القليلة الماضية أو خلال حتى الأيام الماضية هتلاقوا في تصنيفات مختلفة، وده هنناقشه معاكم أيضا. البعض بيستهوي تصنيف السياسيين صناعة أمنية، صناعة شعبية. طيب يا سيدي، اللي بيقول إنه صناعة شعبية طب هو فين؟ يعني المرشح الذي يقول أنه ينطلق من قاعدة شعبية وأنه صناعة شعبية وليس صناعة أمنية، ويستهوي ودايما أنه يرمي الغير بأنه صناعة أمنية. طيب هو فين الصناعة الشعبية؟ هيقول والله أصل السلطة بتضيق، وده اللي احنا ناقشناه معاكم أيضا خلال الأيام القليلة الماضية. المسؤولية تقع على عاتق الجميع فيما يتعلق بجمود الحياة السياسية، بالعقم في الحياة السياسية. وتعالوا بقى نناقشها بعد كده. والأحزاب كمان، أنا لا أعتقد أن في حزب يجب أن يكون حزبا
موجودا على الساحة وما يقدمش مرشح في الانتخابات الرئاسية، حتى لو كان بيتفق مع المشروع الوطني للرئيس السيسي. ايه المشكلة؟ ده هو الحزب لابد ان يقدم منافسا في الانتخابات، لابد ان يخوض كل انواع الانتخابات، لانه من خلالها بيعبر عن نفسه، بيعبر عن افكاره. ده هي الفرصة الوحيدة والكبيرة امام الاحزاب للتعبير عن انفسهم بشكل واضح. وفي مرشحين كتير بيخوضوا الانتخابات وبيبقوا عارفين انهم حظهم في النجاح قليل جدا، لكن بيقولك هو ده المتاح ليا لكي اعبر عن افكاري وبرنامجي ووجهات نظري المختلفة. كل الاسئلة التي يمكن ان تدور في اذهانكم هنسألها للمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اللي اصبح يعني قاب قوسين او ادنى انه يدخل السباق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، وبالصورة اللي احنا شايفينها هيبقى فيه منافسان، الرئيس السيسي وموسى مصطفى موسى. وهنتكلم في كل القضايا المتعلقة بالحياة السياسية او علامات الاستفهام والالغاز اللي البعض بيثيرها على الساحة خلال الايام الماضية. تعالوا نشوف واحنا بنتكلم أسوأ تصريح. كل يوم هنحاول نجيب لكم بعض اللقطات، الأسوأ تصريح اللي صدر اليوم، هو صحيح في الأردن لكن يمكن أن يكون متعلقا بكل المواطنين يعني، وهو أن يبقى فيه عضو مجلس أعيان مسؤول سابق كان رئيسا للديوان الملكي الأردني زلات اللسان في منتهى الخطورة، ومش زلات اللسان بس يعني، أحيانا حتى بعض الأفكار اللي بيتم تقديمها بشكل خاطئ. الأردن تشهد موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار، تشهد أيضا أن في الدعم على الخبز بيشيلوه يعني، وبالتالي في احتجاجات كثيرة يعني. ف يعني جاء ليدافع عن السلطة أو جاء ليكحلها كما يقول المثل فعماها يعني، وبدأت الاحتجاجات على تصريحاته. يعني يبدو أنه حصل له لبس فيما يتعلق بالراعي والرعية، فقال الراعي والغنم يعني، لأن الغنم في راعي الغنم، فبدلا من الحديث عن أن الحاكم هو الراعي ومسؤول عن رعيته، فتحدث عن راعي الغنم والأغنام، فيما اعتبره الشعب الأردني أنه بمثابة وصف له بأنه قطيع من الأغنام، وهو شعب عظيم يعني لا يمكن أبدا انه توجه اليه اتهامات من هذا النوع. بس دي عقليه عند البعض على فكره يعني، لا، الشعوب لا يمكن ان تكون ابدا قطيعا من الاغنام، ولا يمكن التعامل معها بهذه الافكار حتى لو كانت زلات لسان. أسوأ تصريح ربما صدر خلال الساعات القليله الماضيه. اوضاعنا الموارد الطبيعيه محدوده، ولكن يعني جلاله الملك يولي هذا الجانب كل اهتمام تماما، كما يولي الراعي راعي الغنم أغنامه ورعيته. فاحنا كنا نعرف أنه الراعي دائما بدير باله على أغنامه، يوردها، يجد لها المراعي الجميلة، وحتى ويوردها إلى المياه لتشرب، وعندما يكون وضعها شيء جيد كان يطول شبابته ويشبب لها يعني. وتصوري قديش هذه مهم جدا. المسؤول هو راعي لشعبه لأمته. ده أسوأ تصريح من يوسف الدلبيح، رئيس الديوان الملكي السابق في الأردن وعضو مجلس الأعيان، وبدأ يعني الاحتجاجات بدأت تتجه إلى هذا التصريح اللي هو التعامل مع الشعب بهذا الشكل. كمان احنا في زمن التسريبات، أزمة سياسية في لبنان بسبب وصف جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني للسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بأنه بلطجي. هو كان قاعد في قاعدة، وده الحقيقة ده يخلي الجميع، احنا في زمن التسريبات، انت الآن كمان يسير على حبل مشدود، والناس تدقق في كلماتها، مفيش حاجة اسمها انا قاعد في قاعدة ودية
أثارت احتجاجات شديدة في الأردن، في لبنان. تعالوا نشوف أولا التصريح ونشوف الاحتجاجات وإيه أسبابها. في تشقفهم وتقسمهم طوائف وتقول لهم للشيعة بكسر له إجلال بيروح وبحرمه يفوت على لبنان وبهدده بيشغله وبسكر المصرف يلي بيساهم بالمؤتمر. هيدا بلطجة، هيدا مش رئيس مجلس نواب. فران باسيلي هو وزير، هو رئيس وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، وهو متزوج من ابنة الرئيس عون، وبالتالي اندلعت أزمة كبيرة بسبب هذا التصريح. نبيه بري ينتمي إلى حركة أمل الشيعية وهي لها قواعد شعبية كبيرة، القواعد احتجت بأسلوبها اللي هنشوفه. لقطتين من الخارج، مسؤول سابق وعضو مجلس أعيان يصف شعبه بأنه قطيع من الأغنام، فيثير ذلك أزمة في الشارع وتسريبات متعلقة بقوتين، قوة تمثل رئيس الجمهورية في لبنان العماد عون وقوة تمثل رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري. كيف يجب أن يدقق السياسي في كلماته، سواء قالها في أوضة مقفولة، في جلسة خاصة، في التليفون، في أي مكان. يبدو أننا في زمن التسريبات وفي زمن التصيد. شوفوا كلمة وبالتأكيد يعني كان بيقولها مع مجموعة من الموضوع، تخيل أنها مش هتطلع يعني، فأشعلت أزمة بهذا الشكل بين قوتين إلى حد إشعال النار في إطارات السيارات و إطلاق الرصاص في الهواء، بالإضافة إلى كمان الفتن اللي بتشتعل بهذا الشكل بسبب هذه الأزمات. خلونا نرجع لموضوعاتنا المختلفة. في مشكلة متعلقة بعمال اليومية بسبب بعض المشاكل في سوق المعمار هذه الأيام. تعالوا نشوف إيه هي المشكلة. مع إشراقة الشمس الأولى تراهم يفترشون أرصفة الميادين الكبرى، يجلسون بالعشرات وبصحبتهم أدواتهم الثقيلة، ينتظرون من يستخدمهم في أعمال التكسير وحمل الرمل والطوب وكل ما يلزم أعمال المعمار. احنا بنيجي الساعة 7 الصبح، 6 وبعد ساعات 6 الصبح بنيجي نقعد على أكل عيشنا، يوم فيه ويوم ما فيش تكسير، شيل رمل طوب، كل حاجة ده أكل عيشنا. والمعمار ده اكل عيش، مره رب رزقنا ب70 جنيه ب100 جنيه، اكتر حاجه اكتر من كده. اي اصرف منها ما ياكل واشرب كل يوم، بصرف يجي 30 جنيه ولا 40 جنيه كل يوم منها. من الفجر ربنا اقعد هنا كده عشان اشوف لي 100 جنيه اصرفها، اشوف لي 50 جنيه اصرفها، اشوف لي اي حاجه اصرفها. ساءت الاحوال وتعطلت سوق المعمار واعمال المقاولات، فوجدوا انفسهم بلا عمل، غير انهم لم يفقدوا الامل. الأعمال المصرية حضرتك ملهاش مستقبل، من أيام الفراعنة، من أيام الفراعنة، الفراعنة هم اللي بنوا البلد. كان في عمالة وكانت الدنيا ماشية وشغالة تمام التمام، دلوقتي العمالة المصرية ملهاش أي مستقبل في مصر. اللي عايز يعمل حاجة مع الغلا والبتاع وكده محدش عايز يعمل حاجة. محدش عايز يعمل حاجة، اللي عايز يكسر حاجة مش عايز يكسرها مع الغلا ومع الدنيا اللي حصلت دي طول. والغلا اللي والاسعار اللي هي ماشيه دي ومفيش فلوس. انا باجي من الفيوم يا فندم وباجي هنا من الساعه 8 من الساعه 5 الصبح وبقعد هنا على الكوبري، ما بلاقيش شغل سيادتك ولا حاجه، وما مش لاقي شغل على عيالي ولا حاجه، مش عايز اشتغل، مش لاقي شغل ولا اي حاجه. العماله اللي انت شايفاها كلها دي مستنظره تاكل عيش، مفيش حد بيجي، يمكن موعد من الساعه 7 الصبح او من الساعه 6 ويروح. سوقها واقف، ما هذا سوق. النهارده العامل بيشتغل يوم يقعد 10، الناس بتيجي تقعد هنا من الصبح لحد بالليل، ولا شغل ولا مشغله. اللي عايز 5 النهارده بياخد واحد بالعافيه يشغله، يجروا وراه 7 8 10
15. والله العظيم ده بيحصل. والنهارده العماله تلاقي على الميزان ارض اللي هو هتلاقي العماله فوق، هتلاقي العماله كلها قاعده. العامل النهارده ظروفه تعبانه، الناس اللي ما عندهاش معاشات ولا عندها اي حاجه تيجي نتكلم معاهم يقول لك اطلع الجبل. طب نطلع الجبل بنشتغل تبع مكاتب، المكتب طبعا واخد شغل لحسابه، جه المكتب وقف واقف حالنا احنا معاه، ولينا خشبنا بيتحجز وكل حاجه بتتحجز. اما اللي بيشتغل اما بيشتغلش دي ارزاق بتاعت ربنا، لكل واحد ربنا بيكتب له رزقه. انت شايف حق حضرتك في التامين الصحي بس مش اكتر من كده. عاوزين الساده المسؤولين يبصوا لنا شويه، الناس دي قاعده على الرصيف من 6 الصبح، ها حد يبص لها شويه. سالم أبو عكفة، عندنا أبطال للأسف الشديد لا يتم تسليط الضوء عليهم. أحد الأبطال توفي خلال الساعات القليلة الماضية، هو بطل في حرب الاستنزاف وكان الدليل اللي قاد الضفادع البشرية اللي نفذت عملية تدمير الإيلات اللي احنا بنتباهى بيها. يعني عملية إيلات من أهم العمليات اللي قمنا بيها وبنتباهى بيها دائما. يعني كان يجب تسليط الضوء عليه بشكل كبير، عشان كده بحثنا عن قصته وعملنا هذا التقرير اللي بيعكس قصة حياة بطل ما أكثر الأبطال في حياتنا، لكن للأسف الشديد لا تسلط الأضواء عليهم مثل الأقزام أحيانا الذين يحتلون المشهد والساحة. صعد إلى بارئه أمس أحد أبناء سيناء من أبطال حرب الاستنزاف ضد العدو الإسرائيلي، الشيخ سالم سلامة أبو عكفة، عن عمر يناهز 80 عاما. الله يرحمه وسامحه، احنا علمنا وامبارح في الليل، قبل امبارح في الليل وجينا ركبنا الطيارة مشان نلحق عزة إن شاء الله. والدي كان حضر عملية الصغرة بين الجيش الثاني والثالث. الحاج سليم كان شارك في العمليات في سيناء مع القوات المسلحة، يعني وسنه كان 14 سنة، أصغر مجاهد كان في أثناء احتلال سيناء. جمال عبد الناصر لما عرف جهوده الذاتية في شغله مع القوات المسلحة والمخابرات وعرف أن أدله تكريم كفيلا وأرض في المريوطية في الهرم فرفض، قال دي أنا بتبرع بها للقوات المسلحة. كان الشيخ سالم دليل أفراد القوات الخاصة التي فجرت سفن العدو في إيلات ضمن عمليات أخرى، وجسد فيلم الطريق إلى إيلات دوره في عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية. دلوقتي يا سود احنا وصلنا للمنطقة العربيات ما تقدرش تمشي بعدها، عشان كده المسافة اللي باقي هنشيل معداتنا على كتفنا ونعدي بيها الجبل لحد ما نوصل لشط البحر. الأخ سالم هو اللي هيقود خط سيرنا. قوم معايا وبعد ما تدلني برجع لهم. سالم روح معهم. يلا. قام بدور بطولي وهو اللي أرشد الجنود المصريين الأبطال المصريين للطريق الفيلم اللي مثلوا الطريق الإيلات. هو اللي كان في الأصل وعرفنا منه سمعنا منه هو الله يرحمه وناسه، وهذا اللي عمق العلاقة بيننا أكثر. عمي سالم يعني من أشجع أبطال مجاهدين سيناء، قام بدور عظيم في طريق إيلات، هو الدليل اللي بيتكلم عليه حتى الفيلم الطريق إلى إيلات. هو كان سالم ده اللي في الفيلم، هو سالم سلام أبو عكفة من قبيلة الحوات، هو الحقيقة أخو الحاج سليم. والحاج سليم يعني كل أخواته من المجاهدين. المرحوم سالم طلع معاهم من هنا طيارة، طلع معاهم من هنا ونزل في عمان وراح للحاج سلمان، والحاج سلمان أخذهم باللنش بتاعه لما وصلهم للمياه المياه الدولية دي اللي في النص، ولما قربهم الإيلات كان معهم لنش اللي هو بيتنفخ بالهواء ده، نزلوا أخذوه الضفادع البشرية دي الكوماندو دول
ودخلوا بقى على البواخر فجروها من تحت الغامة. فين الأبطال الذين يستحقون منا الاحتفاء بهم؟ وكمان نقول للأجيال عن الأدوار البطولية التي قاموا بها. بحيرة المنزلة الصيادين فيها عندهم شكاوى من أن في مجموعة من البلطجية بيسيطروا تماما على المياه وبيصطادوا السمك بالكهرباء وبكل الوسائل إلا مشروع، وبالتالي هم يستغيثون كيف يمكن أن يواجهوا بلطجية بيدمروا البحيرة والثروة السمكية وبيستخدموا حتى الوسائل اللي هي تتنافى مع القانون وحتى تتنافى مع صحة المواطنين. يعني المشكله ببحيره المنزله بتاع الكهرباء خرب البحيره واثر على بحيره المنزله وما خليش فيها سمك خالص، بيكهربوا السمك وبياخدوه والسمك بيتكهرب في بيعدي وفي سرطان في بيعدي الناس، والناس اللي السمك بيسافر مصر والناس اللي في مصر مش عارفين السمك دي ان كان مضر ولا مش مضر. السمك بالسمك بيبقى في عدوى، اي حد يتعرض لهم وممكن يمد بتاعه الصيغ بتاع الكهرباء كده يكهرب الراجل اللي قدامي. كهرب الولد اللي معايا وكهربوني وخدوا المكنه اللي معايا واشتغلوا الشغل بالاكراه. كل دوت عشان هم بيشتغلوا مخالف، المخالف بتاعهم بيكهربوا السمك وبيجيبوه مشضط، خد لك ربع ساعه ونص ساعه ما يفهم لان ده ما بينشف. دول صيادين ولا بلطجيه؟ بلطجيه ومسمين نفسهم داعش. بوبا الواحد من دول في ايده له مغزى الشلب اللي هو بيكهرب السمك، والتاني في ايده البندقيه عشان يثبت اي حد يتكلم. فهم خربوا البحاره، الناس طفشت من البلد وراحت بلاد الناس، ما عادوش عارفين يجيبوا اكل لبيوتهم. سمين نفسهم داعش، حط نفسنا وشي كده وكبين احنا داعش. بيستخدموا واخد بالك جايبين مكنه 90 او 85 ومعاهم موتور مولد كهرباء كبير 12 كيلو ومعاهم ارضي ومعاهم شيل كهرباء. دي دمار شامل لبحيره المنزله. يا رجاله ابعد عننا، يا رجاله ما ينفعش كده يجي قدامنا، يا رجاله ما تنفعش يجي حوالينا. اللي بيعترض فيكم بيضربوه بيكهربوه؟ بيضربوه بيكهربوه، ولو عملت ايه ما بتاخدش حقك معاهم. حاولت اتكلم معاهم بالسياسه لان هم اقوياء علي، واخدهم بكلام كويس وكده، يا جماعه اتقوا الله والكلام ده ما ينفعش. انضربت ونزلت البحر بالليل الساعه 8 بالليل والكاسرول سنتي اولا، غير الاهانه اللي شفتها. واحد فيهم بكلم معاه قال له هاتوا المرايه بتولى بالكهرباء، راح جايب شيل بالكهرباء وعايز يزقه عليه، عايز يسحبنا بالكهرباء. وده مش اول مره، ده كتير. النهارده بتاع الكهرباء اني جت اتكلم معاه، هو مسمي نفسه بتاع داعش، احنا داعش، لابس الوش على وشه، عامل وش كناء وبيشتغل بالكهرباء. اني جت تكلمه يروح رافع عليك الكهرباء يقول لك لو ما مشيتش هنقتلك. تيجي تبص ما فيش سمك، ما مش عارفين نعيش عيالنا، ناكلهم منين؟ دي السمك الوقت اللي موجود في بحيره المنزل، دي اللي احنا لاقيينه بس. اقل بيت في اربع ولاد وخمس ولاد واحنا على قد حالنا، ناس على قد حالنا، ودي وظيفتنا مالناش غيرها. بحيره المنزله ديت كانت تعتبر من اعظم بحيرات الجمهوريه، اصبحت دلوقتي خراب خراب. احنا الوقت الواحد بيطلع من بيته علشان يجيب 10 جنيه البيت، والله يمكن ساعات ما بيعرف يجيبها. احنا عايزين مجلس الشعب زي ما بيطلع كل يوم قرارات وتعديل قوانين يعدل قانون الصيد. تعديل قانون الصيد يتماشى مع قرار الدوله لتطهير بحيره المنزله. تعديل قانون الصيد لازم يكون فيه الحبس وجوبي لصاحب التعدي، الحبس وجوبي للصيد الجائر الصياد بالكهرباء، يبقى حبس وغرامة كده المسطحات تعرف تمنع الصيد بالكهرباء. طبعا ده محتاج بقى انه لازم الاجهزه المعنيه تتدخل لحمايه الثروه السمكيه، حمايه الصيادين اللي بيستخدموا الوسائل
القانونية والطبيعية. وكمان ده مسمين نفسهم بيقول لك أنا داعش يعني، لأنه بيهدد المواطنين ويرتدون أقنعة كمان زيهم، وبيصطادوا بالكهرباء يعني بما فيها من تهديد للثروة السمكية وإزاء حتى لصحة المواطنين وتدمير لبحيرة مهمة جدا، والصياد الحقيقي يتعرض للتهديد بهذا الشكل. كمان المشاهد اللي تم تناولها، بنواجه إرهابا مسلحا لكن كمان في عصابات بلطجية. كان لا يمكن أحد يتخيل حد يبقى معاه هذا الكم الكبير من الأسلحة الآلية، واللي تم تصويرها بالكاميرات، وده نقلا عن موقع البوابة نيوز. هتشوفوا المشاهد البلطجية بيقوموا باختطاف طالبين. وطبعا حاولنا نتواصل مع أسرة الطالبين، وواضح أنها مقايضة بالمال يعني، بيخطفوا الناس ويطلبوا الفدية مقابل ذلك يعني. طبعا المشهد يعني كرداسة، الأجهزة الأمنية قامت بتطهيرها من الإرهاب يعني، وحتى أهالي كرداسة تعاونوا مع الأجهزة الأمنية في ذلك، لأنه لا يمكن أبدا أن يلصق بهم ذلك. لكن شوفوا بقى كمان ممكن تكون في الجريمة الجنائية لا تقل أحيانا عن الإرهاب. زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا دلوقتي في شارع ناهية بمنطقة كرداسة، وده الشارع الحيوي اللي تم اختطاف منه الشابين بمعرفة مجموعة مسلحة استخدمت مجموعة من الأسلحة الآلية. زي ما انتم شايفين حضراتكم الشارع بيكتظ بالناس والسيارات. طبعا الشابين تم اختطافهم الساعة 8 مساء من الشارع اللي احنا ماشيين فيه حضراتكم دلوقتي اهو، زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني الساعة دلوقتي 8:30. طبعا الشابين تم اختطافهم الساعة 8 بالظبط من نفس الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، بمعرفة مجموعة ملسمة معاهم أسلحة آلية، نزلوا من سيارة زي ما حضراتكم شفتم في الفيديو اللي احنا عرضناه لحضراتكم، كانوا مسلحين معاهم أسلحة آلية، ونزلوا قدروا ان هم يخطفوا الشابين ويدخلوهم جوه السيارة، وانطلقت السيارة بعد كده بسرعة بدون ما حد يعترضها. الواقعة كانت يوم الجمعة الماضية في الساعة 8 مساء. كان في كاميرات مراقبة هنا في احدى المحلات، وهي الكاميرات دي هي اللي قدرت ان هي تلتقط الواقعة للجناة يعني. الكاميرات اللي موجودة هنا هي اللي استطاعت ان هي تصور الواقعة كلها والجناة. طبعا في فريق بحث تم تشكيله بمعرفة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة للقبض على الجناة في أقرب وقت. هنا كان يعني بيسكن الطالبين اللي قام مجموعة مسلحة باختطافهم من نفس المكان اللي احنا في عرض العمود ده بالظبط. العربية الجيب اللي كان بيستقلها المجموعة المسلحة كانت بتمر من هذا الطريق، وقفت في هذا الطريق، وتم اختطاف الشابين من نفس المكان اللي احنا واقفين يوم الجمعة الماضية الساعة 8 مساء. زي ما احنا شايفين دلوقتي، ودلوقتي الساعة يعني 8:30، الشارع كان بيكتظ بالمرة زي ما حضراتكم شايفين، شارع فيه حركة وفيه عربيات زي ما احنا شايفين. المشهد يعني ممكن انا اثق ان الجهات الامنيه هتلقي القبض عليهم يعني، زي في يعني عصابات كثيره استعرضت بهذا الشكل وتم القاء القبض عليها، وفي ناس طبعا بتستغل معاهم اهو الاسلحه الاليه. لما تشوفوا حجم الاسلحه الاليه كتير،
وبيخطفوا الشباب ويقيدوهم بالمال يعني. والجريمة موجودة ما بقيت الحياة، طول ما في خير وشر وطول ما في حياة فهتبقى موجود هذه العصابات. وأنا بقول لكم ليه يعني لا تقل عن الإرهاب، يعني الأمن وهو بيواجه الإرهاب بيواجه أيضا الجريمة الجنائية، خاصة اللي بتأخذ شكلا منظما بهذا الشكل. عصابات بتخطف الناس وتبتدي تقايضهم أو تساوم عائلاتهم بالمال. كنا بنحاول نتواصل مع عائلاتهم، لما نوصل لهم هنقول لهم. شيزيل مالك، شيزيل ظاهرة في باكستان بتدافع عن حقوق المرأة. عارفين ان في باكستان وافغانستان مجتمعات مغلقة تهيمن عليها خفافيش الظلام والجماعات المتطرفة، هي نموذج، وهذه النماذج يعني ليست ملكا لباكستان فقط، بتلاقوها بتنتشر بشكل كبير في الإنسانية كلها، لأنها بتعبر عن القمع اللي وصل أو وصلت إليه بعض الدول في التعامل مع المرأة. هي بتصف المرأة بأنها سجين، وبتمشي ترسم لوحات على الجدران تعبر عن اضطهاد وقمع المرأة، فتحولت إلى ظاهرة تتحدث عنها باكستان الآن. ضمن مجتمع تسيطر عليه المفاهيم الذكورية كالمجتمع الباكستاني، ظهرت فتيات يتحدن القوالب النمطية المفروضة عليهن. في الوقت الذي تعزز فيه التصاميم من مكانة المرأة، فإن الصورة السائدة عن دور المرأة لا تعطيها هذه المكانة. شيزيل مالك نموذج للمرأة القوية الصلبة التي تتحدى صعاب المجتمع الذكوري المتعصب. فخلال الأيام القليلة الماضية استطاعت أن تلفت لها الأنظار، سواء بتصريحاتها النارية أو برسم مجموعة من الصور التعبيرية على جدران الشوارع تعكس مدى القصر والقمع الواقع على المرأة. من أبرز تصريحات مالك التي أثارت ضجة في المجتمع الباكستاني، تلك التي وصفت فيها المرأة بالسجين في باكستان، وانطلقت بعدها في شوارع باكستان لترسم وتجسد على جدران صرخاتها المدوية، معلقة على كل رسمة بكلمات بسيطة لتوضح محتواها. فنرى إحدى الصور مكتوبة عليها: أتظن أن ملابسي ليست طويلة بما يكفي؟ وتعقب على الصورة قائلة أنها رسمتها بعد أن تعرضت للتحرش خلال تواجدها في إحدى الحدائق العامة. وصورة أخرى تجسد فيها العنصرية العرقية التي تعرضت لها حين كانت مراهقة، وتلك صورة أخرى رسمتها عندما فرضت فرنسا منع النساء من ارتداء البوركيني، وقالت معلقة على الصورة: يمكن لأجسامنا أن تصبح أدوات للتعبير عن شتى أنواع المبادئ التي نعتنقها، أشعر بالرضا عندما أنظر إلى اللاتي يرتدن الحجاب. من رسمة إلى أخرى تعبر شيزيل مالك عن أفكارها التي تريد أن تصل إلى العالم كله. هي قضية لا تتعلق بباكستان، عندنا كمان أفكار من هذا النوع. شوفوا التيار السلفي كيف يتعامل مع المرأة، هو امتداد للتيارات اللي موجودة هناك اللي بتناهضها شيزيل اللي تحولت إلى ظاهرة بهذا الشكل. العائلة اللي هتشوفوها دي، احنا قلنا قبل كده ان الأمراض النادرة لها الأولوية، لأن قضيتهم مش العلاج فقط، كمان بيبقى إزاي يفكوا الألغاز ويحلوا الطلاسم، مش فاهمين، لأنه نوع من الأمراض النادرة إن كل الأطفال اللي بينجبوهم بيتم إصابتهم بهذا الشكل بعد عام ونصف العام، فبيعيشوا في متاهات من الألغاز، الحياة بتتحول لجحيم، العلاج كمان مش مفهوم ومش موجود، ومفيش حد بيساعدهم، لأن دايما أصحاب هذه الأمراض الناس هتلاقيها بتنعزل عنهم يعني، وربما لا تتحملهم، مع أن ده الحقيقة يعني اللي يسلك هذا السلوك
لا يمكن أن يكون إنسانا يعني. لكن الحقيقة احنا في مجتمع أحيانا بيتنصل من مسؤولياته الإنسانية والاجتماعية، مش حكومة بس يعني، لا ده مجتمع كمان. وكيف يمكن أن نتعامل مع عائلات من هذا النوع؟ كيف يمكن أن نساعدهم؟ أنا بناشد كل المعنيين بهذه القضية، ما يبقى في مرض نادر يصيب كل الأطفال اللي بيتم إنجابهم، حد يحللنا هذا اللغز وحد يساعدهم، وكيف يمكن أن نعالجهم بدلا من أن نسيبهم كده يموتوا ببطء شديد بهذا الشكل. بتتحول الحياة إلى جحيم لحظي، مش يومي بقى، لا ده كل لحظة هي جحيم. تعالوا نشوف إزاي كيف يمكن أن نساعده. ضمن 10 حالات سجلت على مستوى العالم، يعيش 4 شقيقات مأساة حقيقية بعد أن أنجبنا أطفالا معاقين من الدرجة الأخيرة، وسجلها مركز البحوث ضمن أغرب حالات على مستوى العالم. أنا معايا جنات طه حسين ومنى طه حسين، بنتهم معاقين والمرض مختلف، جنات فرط حركة وتمور في المخ وسمات توحد، منى عندها عيب خلقي في المخ وشق في الجمجمة والعمود الفقري وحوض المي. دكاترة الخبرة الأجانب اللي جم من بره في مركز البحوث بعتولنا روحنا معهد الشلل وعملونا التحاليل، وظهرت بعد 3 سنين و8 شهور، لأن أنا معايا إحنا 4 بنات وكل بنت فينا معاها مرض مختلف، ولد معاق بس بمرض مختلف، فقالونا أنتم الحالات النادرة. طبعا بنتي خدت مرض ابن خالتها، ودوت ما بيجيش إلا للصبيان بس، هي خدته مع أني دوت مش أخته، هي بنت خالته. إحنا 10 حالات في مصر. ومن بين الأطفال جنات ذات 11 سنة، والتي تتحول إلى فتاة خارقة، ما اضطرهم لسجنها وراء باب حديدي ممنوعة من الاختلاط بالأطفال والبشر. جنات عندها قوة دي بتطلعها في ضرب الأطفال، وبالذات اللي بيتكلم ما بتعرفش تتعامل معهم، بعدوانية، غير بقى زائد الحمام بتاعها البراز بتاعها هي ما تعرفش، ما عندهاش استوعاب، بتاكله. الدكاتره قالوا طبعا ما ينفعش اللي تقعد مع اطفال عشان ما تضربوهمش او تموتهم. قبل كده عامله لي جرح في القرنيه بتاعت عيني وضرباني في دماغي، احنا واخده غرزتين في دماغي بسبب فرط الحركه بتاعها. حمد السكينه عشان انا بتكلم ومش بتتكلم حمد معوراني. ده ابن اختي ماشي في 14 سنة، عنده عيوب خلقيه وكانش عنده سقف بق، هو مولود كده يعني. الدكاتره ما عملونا التحاليل من بره قال لك المرض ده بيحمل الصبيان. انا بنتي خدته، ظهر ان هو بيطلع له السنان دبل، وده المفروض ما يطلعش كده، كده ما بياكلش طبيعي، ما بيشربش طبيعي، ما فيش اي حاجه خالص. ولغايه دلوقتي بامبرز، لان هم قالوا لنا عبد الرحمن ومنى التخلف كامل. منى اللي عندها تحلل سنين، الضروس والسنان بتطلع، الضروس بتتحلل، فجاه بنلاقيها في تعفن والضروس ما بتلاقيهاش، بيفتحوا اللثه، يضطروا يفتحوا اللثه ويشيلوها. وحتى اللي بيتولد سليم بعد سنه او سنتين بيظهر ان هو في حاجه، ومش كل عيالنا يعني، احنا كل واحده فينا معاها عيل او عيلين كده. بعد اما تم السنتين لقيته كان الاول بينطق، تم السنتين لقيته ما فيش، ما بيتكلمش، عنده سمات توحد، وبقى كل حاجه ومش عارفه، وتعصب جامد بقى دلوقتي، عنده 3 سنين ونص، بقى عصبيه مش قادره اقول لك على العصبيه اللي هو فيها، ممكن يهبدك بالسكينه عادي، ما مش فارق، مش مركز، مش عارفه يعني. حتى محبوسه وبابا حديد بره على السلم برده بنت تبدأ يعني ولا تلعب، طيب وحبسينها عشان ما تنزلش ولا تضرب عيل ولا تعمل حاجه. بنطالب ان هم مركز تاهيل كامل الدوله تتكفلهم باكلهم بشربهم، لان هم ما بياكلوش طبيعي يعني. عبد الرحمن ومنى ما بياكلوش طبيعي. حلول سريعه بضروره مسانده هذه الاسر من عبء التكلفه، خصوصا باعتبارها حالات اعاقه جماعيه ونادره. مي عبد الرحمن، 10 مساء. طبعا حالة صعبة جدا ومعقدة، والله يكون في عون هذه العائلات. يعني الابتلاء هو امتحان من الله سبحانه وتعالى، بس كمان
هو امتحان للي ما عندهمش هذا الابتلاء، كيف يمكن أن يساندوا الناس بهذا الشكل؟ الأسرة طبعا بتتحمل، وانت لما بيجيلك صداع بتتخيل يعني ان يعني الحياة بقى الجحيم، وتقعد تنفخ وتقول ايه ده، ولما يجيلك شوية برد او انفلونزا، وده يعني شوفوا امراض تصيب العائلة بالكامل، ولك ان تتخيل يعني كيف يمكن ان تعيش أسرة بهذا الشكل، مفيش حد بيساندهم نهائيا. الجميع هتلاقيه بيتعامل معهم بمنطق النفور، يعني انا ايه اللي يتعبني يعني. لا، الإنسانية تحتم على الجميع انهم يتضامنوا مع البشر بهذا الشكل. كان يمكن ده انه يصيب اي حد في عائلتك، مفيش حد بمنأى عن هذه الامراض النادرة، يعني هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان للبشر. طيب هل يمكن انه وزارة الصحة تساعد هذه العائلة؟ هل ممكن كل المعنيين بهذا النوع من الأمراض يعني يعالجوهم بشكل خاص؟ هل يمكن حتى لأصحاب القلوب الرحيمة انهم تعالوا نشوف هذه العائلة بتحتاج ايه علشان تعيش بشكل طبيعي؟ لأن هنا زي ما بقول لكم الجحيم لحظي، كل ثانية بتعيشها هذه الأسرة في عناء وفي جحيم، حياة مش طبيعية يعني. تعالوا نساعدهم، الناس بس ما تبصش على هذه النماذج وخلاص. وأحيانا البعض يعني يمكن أن يتأفف، ولكن كلنا هنحاسب إن احنا سايبين عائلات بتعاني من أمراض نادرة بهذا الشكل، ما عندهمش حتى مفهوم يعملوا إيه يعني، ما عندهمش خط واضح. مش العلاج بس هي القضية يعني، ولا عندهم طبعا حد بيقول لهم كيف يمكن علاجهم، ولا كيف يمكن مساعدتهم، ولا ازاي يتم ادماجهم في الحياة. ما يعني مجتمع بلا انسانية، ولا حد حتى بيحاول يشوف تعالوا نساعدهم بأي اشكال يعني. هي العائلة لا تتسول، كل اللي عايزاه ان يبقى فيه حلول طبية وحلول إنسانية يعني، تخليهم على الأقل يواجهوا هذه الأعباء اللحظية بشكل يمكنهم من الحياة. دخلنا في الترامادول الصيني، يعني بنجيب من الصين كل حاجة بما فيها ما يحطمنا يعني. والصيني ما انتوا عارفين كل السلع بيتم تقليدها، لكن لم أتخيل كمان أن حتى الـ الأدوية اللي يمكن أنها تستخدم بشكل مؤذي، لأن الترامادول هو التخفيف الألام في الحالات الكبيرة قوي يعني، لكن بيتم استخدامه في وسائل الإدمان المختلفة، تحول إلى وسيلة إدمان منتشرة بشكل كبير وتصيب بالعمى. الترامادول الصيني في منتهى الخطورة، منتشر بشكل كبير في الشارع المصري. أصعب الأدوية اللي الإنسان يوقفها بنفسه هو الترامادول. إمتى قررت تاخد القرار إن أنت تبطل مخدرات؟ لما والدتي جالها كانسر سرطان، لما راحت الدكتور قال لي علاجها 70% منه نفسي، مفيش حاجة تاني، هي كل حاجة بالنسبة لي في الدنيا. باتت أقراص الترامادول وأشباهه من المنشطات أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين أوساط الشباب، آلاف مؤلفة تتعاطاه لتحسين المزاج والحصول على الطاقة وتحسين القدرات الجنسية، لكن خطر الموت بسببه ليس ببعيد عن متعاطيه، وزاد الطين بلة رواج أصناف مغشوشة من صينية الصنع. الترامادول الصيني فعلا انا ممكن اخد منه 4 حبات اساسا، عشان انا اعرف ان انا اعمل باور واخد طاقه واعرف اقعد، بس ما كانش بيخليني اعرف اكل فعلا. وصلت الوقت كده ان انا خلاص بقى ما بقتش عارف اجيب فلوس ان انا اشتري المخدر بتاعي، ف
ابتديت ان انا اجيبه بقى وابيعه عشان خاطر اوفر كيف لنفسي يعني، ويبقى موجود معايا ما دبش مشاوير مثلا واروح لناس وما لقاهاش. من اخطر تاثيرات تلك المنشطات انها تدفع متعاطيها الى زياده الجرعات المعتاده تلقائيا كي يصل الى الحاله المزاجيه التي يبتغيها. يعني الترامادول الصيني هو بيخلي فيه اعراض انسحاب اساسا، يعني ممكن تاخدي شريط بحاله ما يعملش حاجه، غير طبعا بيجي اعراض انسحاب بيبقى فيه صداع وخنقه ومش طايق حد وممكن اعمل مشاكل قبل كده مسكت في الناس في البيت مبقتش اقدر اللي هو اعيش من غيره، اللي هو لازم حتى لو رايح اعمل اي حاجه، رايح جامعتي، رايح شغل، رايح عزا فرح، اي حاجه لازم يبقى موجود. اصلا تبقى عندي مشكله كبيره لو ما مش معايا في جيبي، بس حتى على الاقل اللي هو انا ببقى واخد ولازم يبقى معايا اللي هو اللي بعدها. فلو صحيت ما لقيتش مخدرات هعمل اي حاجه عشان اجيب مخدرات. انا عملت حاجات كتيره جدا لدرجه ان فرق مرات صحيت ما لقيتش مخدرات، اخدت العلاج بتاع والدتي نزلت بعته، العلاج اللي هي بتتعالج بيه نزلت بعته للصيدليه واخدتني منه فلوس وطلعت الجبل عشان اجيب مخدرات. يعني انا جات لي حاله تسمم 3 مرات بسبب الترامادول الصيني ده، رحت المستشفى ومستشفى السموم وكده بسبب الترامادول الصيني. ما عندناش نعرف نعمل دماغ حضرتك، بقينا حضرتك بدل ما ناخد حبيتين في اليوم الكميه تزيد، ان انا اوصل لشريط شريط ونص في اليوم، فاضطريت ان انا طبعا اخش ابطل، مش عارف حضرتك اللي انا عايش بيه بره. حاولت ان انا انتحر بس كانوا بيلحقوني فعلا، وكنت بسرق من البيت، وكنت ممكن انزل اسرق من الشارع، وساعات كنت بطلع شقه بتاع ناس ما اعرفهاش فعلا، كنت باخد من الشقه دي فلوس اي حاجه من اجل ان انا اجيب الترامادول. كل شويه انا حطه مثلا في جيبي كده، ممكن اجيب مثلا شويه لب مثلا احطهم في جيبي وافضي البرشام في وسط اللب اكله مع اللب كده، يعني ما كانش بيعمل معايا حاجه. كنت ممكن في اليوم بخش يعني كميات كبيره. مره واحده يجيلي تشنجات ما اقدرش اتحرك، على طول عندي مغص وحاسس ان انا بطني شديده عليا. اصلا نبضات القلب بتضعف، ويا اما بتضعف قوي يا اما بتزيد خالص لدرجه ان ممكن القلب ما يستحملهاش وممكن ناس تموت منه. الترامادول البايظ الصيني ده مش هيخليني اعمل دماغي وهبقى تعبان اكتر، يعني نص ساعه او ساعه بالكتير جدا جدا، وبعد كده هلاقي نفسي انا تعبان. بقول لك جالي صرع ورعشه وكهرباء زياده بغض النظر عن نبضات القلب والكلام ده، كده كده مش حاسس اصلا، متسكن يعني. انا بعمل وفي حاجات جوه بايظه انا مش حاسس بيها. بتبيع الحبايه الصيني بكام؟ وعلى انها هي الاصلي يعني، وهي اصلا كانت سعرها كام؟ يعني سعرها مثلا كان ممكن يبقى مش مع بتاع 5 جنيه او 10 جنيه، انا ممكن مثلا ابيع على اساس اصليه مثلا ب 20 جنيه ب 25 جنيه على حسب اللي جاي قدامي. انا لو شايفه خلاص محتاجه ضروري واللي هو باين عليه قدامي ان هو تعبان وكده، فانا يعني بدوس عليه بقى، انا اديلك ب 30 جنيه ب 50 جنيه طالما انا شايفك انت محتاجه، فانا اديلك باي سعر. امراض الصرع والكبد وتلف خلايا المخ اقل ما يمكن ان تتسبب به تلك المنشطات بحسب كل من المختصين والمتعاطين. القصه وما فيها ان فعلا في ناس بتبقى مقتنعه وحاطه في معتقداتها ان هو بياخدوا الطامول دوت ان هو اصلا مسكن قوي شديد المفعول، بياخدوه للمذاكره يسهرهم، ناس بتاخده في شغلهم عشان يطبقوا مثلا يدوا باور اكتر في الشغل بتاعهم. في كتير ماتوا وناس جالها صرع من الطامول الصيني. الترامادول بشكل عام بيتاخد كعلاج تسكين، بيشتغل على المستقبلات المورفينيه، بتصنعه شركاتنا تمام. المادة الفعالة بتكون فيه بمقياس معين بتقدير معين، بيتاخد بجرعات معينة. يحصل تشنجات نتيجة الكهرباء زيادة في المخ، يحصل انخفاض في معدل التنفس، يحصل اضطراب في ضربات القلب، يحصل توترات عضلية وعصبية. الشيء الآخر اللي أنا نسيته بس في حالة الإدمان إن هو بيحصل حاجة اسمها cognitive decline أو تدهور في القدرة على القيام بالمهام المعقدة، حاجة زي السواقة تلاقي الشخص متول كده مش قادر إن هو يتعامل في المناقشات العادية أو إنه يعمل حاجات زي إنه بقى ينقل العربية ويروح ويجي ومش عارف إيه كلام من ده، بطيء جدا، ردود الفعل بتبقى بطيئة جدا. الشيء الأخير هو حالة الانسحاب، الدواء مش موجود أو المخدر مش موجود، انهيار تام في وظائف الجسم لأنه وقف مرة واحدة، ألم شديدة جدا، إسهال شديد جدا، رشح، مشاكل في الرئة، وبرضو بعض الناس ممكن في المرحلة دي يوصلوا لتشنجات. صحاب عمري كانوا اتنين، الاتنين ماتوا. ليه اتنين صحابي ماتوا؟ أنا
المخدرات خلتني غزلت وشي، المايونيز من على وشي، لقيت نفسي عندي 43 سنه، ولا اتجوزت ولا خلفت ولا اشتغلت ولا عملت، بعت ورثي وورث اخواتي وشقتي وخربت الدنيا. انصح اي حد دلوقتي ان المخدرات دي وهم جدا في الحياه له. قدامي شغل كتير كويس خسرته بسبب الترامادول او المخدرات عامه. هو هيهد كل اللي عنده، مش هيبني حاجه، هو بيهد مش بيبني. ابعد عن اهلي وخسرتني عيالي. لو عشت ايامك كلها وانت بتضرب وعشت يوم واحد وانت مبطل ومبسوط، هتلاقي اوحش يوم في ايامك وانت مبطل مش زي احلى يوم في ايامك وانت ضارب مخدرات. يبعث المرء على ما مات عليه. فانا شفت ناس كتير ماتت بالمخدرات، فانا مش عايز ابقى بالمخدرات عشان ما اقولش ربنا بالمنظر ده. طبعا الكلام اللي انتوا سمعتوه ده يعني مدمر لشباب ضايعين، ودي شهاداتهم، شهاداتهم عايز يعمل دماغ وعاوز يستخدم ده في انه يركز ويذاكر، وفي النهاية بيؤدي الى الحالات الصحية المتدنية اللي بنشوفها لعدد كبير من الشباب بيضيعوا. وكمان ده ترامادول صيني، يعني انت مش عارف تركيبته معمولة ازاي علشان توصل الناس للحالة دي. فبتشوف حالة، يعني شفنا نماذج ضحايا لهذا النوع يعني بشعة، وده يمكن انها تؤدي الى الموت البطيء بقى وحالة اليأس والإحباط، وهو واخدها عشان يعمل دماغ يعني، وعلشان يعني تخليه يعني تفتح الحياة قدامه يعني، لكن هي بتقفلها وبتموته ببطء. ده تحذير للشباب، وأيضا رسالة لأجهزة الدولة المعنية بهذه القضية بالتدخل فيه. هطلع فاصل، هنواصل بعدها مناقشة قضايانا المختلفة، وبعد قليل هيبقى معانا المهندس موسى مصطفى موسى اللي جمع التوقيعات والتوكيلات التي تمكنه من خوض انتخابات الرئاسة منافسا للرئيس السيسي. هنتكلم معاه في كل الأسئلة المثارة على الساحة خلال الأيام القليلة الماضية، وهنسأله كل ما يمكن أن يجول في أذهانكم. بعد الفاصل هنكمل معاكم قضايانا. الخطوة الأولى التي بدأتها الحملة والتي تتعلق باستيفاء الشرط الأهم، وهو توافر إما 25,000 نموذج تأييد من المواطنين تحرر في مكاتب الشهر العقاري بواقع 15 محافظة بحد أدنى 1,000 نموذج تأييد في كل محافظة على الأقل، إعمالا لما أوجبه الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية في هذا الصدد. وكذلك وبالتوازي مع تحقق أو تحقيق واستيفاء هذا الشرط، كان هناك أيضا الحديث عن توافر شكل آخر من أشكال التأييد عبر عنها المشرع في الدستور وفي القانون بأنها تسمى نماذج التزكية التي تصدر عن السادة النواب أعضاء مجلس النواب المصري. الناخبين الذين يحق لهم أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات بحسب الأحوال هم الذين قد بلغوا سن 18 سنة. فنضع نحن كحملة معيارا آخر نتحقق من خلاله نتحقق من استيفاء ذلك الشرط من خلال فحص نموذج التأييد، وذلك من خلال الوقوف على تاريخ ميلاد المواطن الذي حرر هذا النموذج. نموذج وحيد أشير إليه، طبعا حضراتكم اطلعتم من خلال وسائل الإعلام عن الوالدة الفاضلة في الشرقية التي حررت نموذج تأييد لطالب الترشح وقد ناهزت 100 عام. أشير أيضا أن هذه السيدة ناجية كريمش حمد من الضبع في محافظة مرسى مطروح، والتي
توجهت إلى مكتب الشهر العقاري مكتب توثيق الضبعة يوم 11/1/2018 أنها من مواليد 10/1/1918، فهي توجهت في اليوم الأول لبلوغها 100 عام. يعني كانت المفارقة اللي استوقفتني هنا إن هي مواليد 10/1/1918 وتوجهت يوم 11/1/2018 لتحرير نموذج التأييد إلى السيد عبد الفتاح السيسي، فنتوجه لها ولكل الذين حرروا نماذج التأييد، خاصة أولئك الطاعنين في السن الشيوخ من الرجال والسيدات الذين يعني تحملوا مشقة وكلفة التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير نماذج التأييد، أتوجه لهم باسم طالب الترشح بكل تقدير وامتنان وشكر في هذا الصدد. العدد الذي وصل إلى مقر الحملة تحت أيدينا حتى هذه اللحظة التي أقف يعني قبل نص ساعة أكون فيها بين حضراتكم، هذا العدد تقريبا 915 ألف نموذج تأييد. بعد ذلك أنتقل بحضراتكم سريعا إلى إشارة وإطلالة على المستندات التي كنا قد تقدمنا بها رفقة طلب الترشح، وهذه المستندات تحديدا فضلا عن نماذج التأييد والتزكية مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الخاصة بطالب الترشح، وكذلك تقدمنا بصحيفة الحالة الجنائية الحديثة التي استخرجها طالب الترشح، وتقدمنا أيضا بصورة من بطاقة الرقم القومي الحديثة الخاصة بطالب الترشح، تقدمنا أيضا بإقرار الذمة المالية الخاص بطالب الترشح وعلى النحو المحدد في قانون الكسب غير المشروع. مشاهدينا نحييكم من جديد. تستوقفك دايما كلمات الأستاذ محمد بهاء الدين أبو شقة، لأنه دقيق جدا في إطلاق التعبيرات والمصطلحات والكلمات، يعني حتى ويجيد الفصل جيدا، يعني هو عارف هو يتحدث بدقة شديدة عن طالب ترشح، ده التعبير اللي بيستخدمه بدقة، يعني بيتكلم دايما بشكل قانوني ولا يتحدث عن الرئيس السيسي كرئيس جمهورية، ملوش علاقة، ولا بيتكلم التعبيرات حتى اللي احنا بنقولها مرشح محتمل، لا هو بيستخدم التعبير القانوني الدقيق وبيتكلم بدقة شديدة دون الحديث عن الغير، يعني بيتكلم عن كيف يتم استيفاء كل الأوراق القانونية المطلوبة. هنا يعني يتحدث كمان يسير على حبل مشدود بدقة، لأن يفصل جيدا بين، لأنه البعض ممكن يخلط، يعني ما هو يعني بالتأكيد هيتكلم عن الرئيس السيسي ولا السيد عبد الفتاح السيسي طالب الترشح، وبالتالي هو دايما بيجيد الفصل بين هذه التعبيرات والمصطلحات. العدسات اللاصقة أيضا الناس تخلي بالها لما بنسلط الضوء على هذه القضايا، في عدسات لاصقة تلحق الأذى بالمواطنين، لأنه الغش وصل لكل حاجة، يعني إذا لم ندقق وكمان إذا الأجهزة المعنية مراقبتش كويس ما هتلاقوا فيه عدد كبير من السلع يمكن أن تلحق الأذى بالمواطنين. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة أصابت البعض بالعمى وآخرين بأضرار بالغة بالعين، ألا وهي العدسات اللاصقة التي تتوفر بكثرة لدى صالونات التجميل وتستخدمها السيدات دون رجوع إلى طبيب مختص. بدأ يظهر في المرحلة الأخيرة أن العدسات اللاصقة الملونة بالذات انتقلت إلى البيوتي سنترز أو الكوافيرات، زي ما بيعملوا ميك اب للعروسة وقرايبها
بيوزعوا عليهم عدسات ملونة يريد بيبيعوها لهم. لا ده بالعكس دول بيأجروها، يعني الشخص يلبس العدسة وآخر اليوم يرجعها لمحل الكوافير عشان يستعملها في يوم تاني. إن أنا عد عليا في عيادتي مش أقل من 4 مرات العروسة واتنين من قرايبها عندهم خراج في العين، يعني عمى كامل أو فقد كامل للنظر. كنت في فرح وكنت في كوافير وكده مع العروسة يعني، وبعدين قالوا لي لازم تحطي عدسات وكده بشكلها حلو عليك وكده، وبعدين لما حطيتها حسيت بقى بحرقان جامد وعينيا حمرت وكده، فجيت هنا كشفت دكتور قالي عندي قرحة شديدة في عينك. وعلى فكرة أنا وزميلتي برضو في نفس الفرح برضو حصلت لها كده. اشتريت عدسات حطيتها في عينيا، قعدت أحس بحرقان جامد جدا في عينيا وشكشكة، فعينتها بسرعة ورحت كشفت، قطعت كشف وكشفت، راح الدكتور قالي ده نسيبي قرحة في عينك، اداني علاج اخدته، القرحه بدات تزيد وتكبر واستت لي قرحه ديب، رحت كذا مستشفى يعني كذا مستشفى لغايه دلوقتي بعاني منها. الدكتور اللي كنت بتابع عنه قال لي دي سيني، ولازم بعد كده لما تيجي تشتري اي عدسات تكوني عاملاها عند دكتور رمض او متابعه فيها، او ان انت عامله مقاسات او تكون حفظ، مش اي حاجه تاخديها كده وخلاص. في فرق ما بين عدسات طبيه مثلا ليها بار ودي بنستخدمها لعلاج ضعف النظر، دي طبعا بيبقى ليها مواصفات خاصه، بيبقى الماتيريال حاجه معينه، ولازم العدسات بيبقى فيها زي فتحات رئيه جدا جدا مش ملحوظه عشان بتدخل اكسجين للقرنيه، وده مهم جدا. طبعا العدسات الصين المضروبه ما بيبقاش فيها الحاجات دي كلها، عباره عن حاجه بلاستيك كده ملونه بتتحط على العين. انا لبستها في عيني ما كملتش 10 دقايق بالظبط، حسيت بحرقان جامد جدا والعروق خلاص اللي هو حسيت فيه دم كاتم في العين. رحت للدكتور قال لا دي ده صديد في قاع العين وعملت قرحة، الكلام ده في 10 دقايق ما كملتش حتى اي حاجة. انا ما كانش فيه النن الاسود ده، ما كانش ظاهر خالص، ده انا لسه عاملة عملية من فترة غيرت بقى شكل العين. انا كان لون العين موحد كله لون واحد يعني ما كانش فيه نن خالص، فقالوا لي حياتي اللينسز نحللها ومعرفش ايه والحاجات دي، وسالوني من مصدرها. انا اصلا ما كنتش عارف مصدرها لانها ولا ليها اسم ولا ليها ماركه ولا اي حاجه خالص مش معروفه. انا الجزء ده تقريبا ضايع عندي خالص نهائي، ما بشوفش بيه، كل اعتمادي على العين اليمين. العدسات دي بتيجي مهابه ما بتبقاش معتمده، فبتبقى نفس الخامه بتاعتها مختلفه خالص عن العدسات التانية، بس هما بيستغلوا ان هما يبيعوها باسعار رخيصه فالناس بتتهافت عليها علشان فارق السعر، لكن بتعمل مشاكل جامده في العين وقد تؤدي الى العمى. عدسه اهي من العدسات اللي هي المعتمده، عندي عدسه عسلي مثلا، ده لونها اهو بيبقى باين، دي ليها مقاس معين، مقاس من ناحيه القطر ومن ناحيه التحدب اللي هو بنسميه البيس كيرف، فده بيتقاس عن طريق الدكتور وبنطلبها من الشركة بالمقاس ده بالظبط عشان العيان يلبسها، دي اللي بنديها للعيان وبنفتحها قصاده لما بيجي يستلمها. أنا نستنتبه لما استمعنا إليه، لأن يعني العين من أعز ما يملك البشر، ولما بتصاب فيها بالأمراض المختلفة يعني ده بتسبب جحيما في الحياة، وبسبب حاجات بسيطة أنت يعني لا تضعها في الاعتبار، لكن حتى الفساد تسلل الى العدسات اللاصقه اللي بيستخدمها اللي بيتم استخدامها في حياتنا اليوميه بشكل مستمر. حذرنا كثيرا من الصفحات المتداوله، وهي الحقيقه يعني هي ظاهره في المجتمع المصري، يعني ان البعض بيشوف بعض الشخصيات العامه ويختلق حسابات باسمائهم، صفحات باسمائهم، ويبتدي يستخدمها في عمليات النصب. احنا قلنا كثيرا ان احنا عندنا صفحة رسمية وحيدة وبنطلعها لكم كل يوم، للأسف الشديد الصفحة اللي هتشوفوها على الشاشة لان بيستخدمها احد، ده حساب، ده اكاونت، ده حساب خاص اهو اكاونت بيستخدمها احد النصابين. واحنا قلنا يا جماعة ان احنا
اولا حتى في البرنامج لا نجمع اموالا ولا نفتح حسابا، يعني حتى البعض يقول لنا طب ما تفتحوا حساب للتبرعات، بنقول لا، احنا بنوصل دايما الحالات الانسانيه باصحابها ونرفع شعار لا نجمع اموالا لا نفتح حسابا. فده هتلاقوا في صفحات منتشره بهذا الشكل، وبتدي تدخلوا للناس في حاله عايزه علاج تدفعوا يا جماعه تساعدوا، ده على طول يبقى نصاب وانت مغمض، تعامل معاه على انه نصاب. قدمنا بلاغات كثيره، حذرنا الناس، ده ليس حقيقيا. لو شفت حد بيقول تعالوا ادفعوا لحاله مرضيه، يعني انا ما عنديش خالص حساب بهذا الشكل. واي حد يقول لكم تعالوا ادفعوا لحاله مرضية، احنا بنوصل الحالات بعضها ببعض دايما، وشعارنا لا نفتح حسابا ولا نجمع تبرعات. ده 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 طبعا عايز اقول لكم ان احنا عملنا بلاغات كثيره في عدد كبير من النصابين اللي سواء بيستخدموا اسمي او يستخدموا اسم البرنامج باشكال مختلفه في محاوله للنصب على الناس. اللي نبهتنا لده مهندسه لميس خطاب، رئيس نقابه هندسه الذكور. مهندسه لميس اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. اهلا بيكي. انت فعلا تبرعت لهم بفلوس؟ اديت له فلوس؟ لا، هو الحقيقه ان هو انا كنت عايزه اساعد. اللي لفت نظري الحاحه وكمان الغلطات الاملائيه الكثيره اللي هو عمال يتكلم فيها. بس عايزه الفت نظر حضرتك ان هو يعني هو كان بيدعي انه بيوصلني بعم حاله الطفل، يعني الرقم البطاقه والرقم التليفون ده عم الطفل، يعني ده نفس اللي حضرتك ده ايه بتنوه ليه. يعني هو بياخد حاله من اللي احنا بنعرضها في على في البرنامج. لا، هو بيقول انه يعني انا مش يعني ما كنتش متابعه في الحلقات الاخيره لسبب، بس هو بيقول انه في حاله مستعجله جدا والحاله ارجل وطفل ومامته مش لاقيه، وارجوكم يا جماعه احنا هنوصلكم باهل الطفل. فطبعا اللي بيعوز اكيد غيري عمل كده، انا دخلت له على الخاص قلت له طب وصلني بحاله الطفل، فبعت لي رقم بطاقه اللي انا بعته لحضرتك، وبعت لي رقم تليفون، وبعت لي الاسم الراجل اللي هو عم الطفل. انا باكد دي النقطه دي لانه هو برضه بيتعمد نفس اسلوبك في الحديث انه مش هياخد هو فلوس، كانه بيوصلكم بالناس يعني. بيوصلني انه هو فعلا هو بريء، يعني شوف الاحتراف. انا من كتر الالحاح لدرجه احنا ابتدت المحادثه قلت له اجمالي العمليه، قال لي 14,000 جنيه. يوم الجمعه بيقول لي بكره، قلت له ابعتهم ازاي؟ ابعت يعني المساهمه بتاعتي ابعتها ازاي؟ على اساس تبعتيهم لمين؟ للحاله يعني. لوائل الابراشي اللي هو بعت لي الاي دي بتاعته ورقم الموبايل والداتا. ده يعني على طول اولا احنا لا ننشر حالات انسانيه حتى على صفحة العاشرة، لا ننشر أي حالات إنسانية. الحالات الإنسانية هنا فقط في البرنامج، وبنوصل الناس بعضهم ببعض، والحمد لله يعني نجحنا في حل الكثير من المشاكل. ودايما حتى أقول للناس أنصحه ما تديش للحالة فلوس في إيديها، لأنه ممكن يكون أب عايز يتعالج لكن يقول لك والله لما اديهم لاولادي ويسيب المرض ينتشر في جسدي، يعني هكذا الاب وهكذا الام. فنقول دايما للناس لا، ادفع للمستشفى اللي هو هيتعالج فيه، يعني خلي الهدف من الحاله يتحقق ان هو شخص عايز يتعالج. المهم في كل الاحوال انا بشكرك مهندسه لميس ان انت لفتت انتباهنا. يا جماعه اي حسابات صفحات، واحنا هنطلع لكم بعد شويه الصفحه الرسميه الوحيده بتاعتنا، ده لا علاقه لنا بها. واي حد يكلمك في فلوس ده يبقى نصاب على طول. اي حد يكلمك في فلوس ده يبقى نصاب على طول. قدمنا بلاغات عديده لاكثر من حد بيستخدم اسمائنا ولكن دون جدوى حتى الان. اشكرك مهندسه لميس، الف شكر. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنستقبل مهندس موسى مصطفى موسى الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى أن يكون مرشحا منافسا في انتخابات الرئاسة.
بعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة منه، خاصة الضمانة المعقدة أو الشرط المعقد، وهو كيف يمكن أن يجمع التوكيلات والتوقيعات سواء من المواطنين في 25 محافظة، في 15 محافظة بمعدل 25 ألف توقيع، أو من داخل مجلس النواب بحد أدنى 20 توكيلا تمكن من جمعها، استوفى كل أوراقه، وبالتالي يعني أصبح زي ما بقول لكم على وشك بعد الإعلان الرسمي. طبعا احنا بنسيب ده للإعلان الرسمي، لكن أنه مرشح في انتخابات الرئاسة القادمة. هنتكلم معاه في أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، في البعض الحقيقة كمان عنده علامات استفهام مختلفة، كلها هتبقى موجودة على طاولة النقاش، واللي عنده أي أسئلة يبعتها لنا كمان، لأن الحقيقة كمان احنا عانينا طيلة الأيام الماضية، كنا بنتكلم عن أهم قضية وهي قضية الانتخابات الرئاسية. الجميع حريص على أن تكون في انتخابات تنافسية، إيه السبب في جمود الحياة السياسية؟ ده قضية لابد أن تكون موجودة في المناقشة خلال الأيام القادمة للمستقبل، يعني حالة العقم السياسي اللي بنعيشها واللي خلت بعض العدد كبير من المواطنين يبقى عندهم تساؤلات مختلفة. كل التساؤلات هنوجهها لمهندس موسى مصطفى موسى بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. هل يملك موسى مصطفى موسى عصا موسى، بمعنى هل يملك المعجزات حتى يتمكن من جمع التوقيعات والتوكيلات؟ أسئلة كثيرة من هذا النوع دارت في الأذهان، مهم جدا أنه يتم الإجابة على كل التساؤلات، خاصة يعني إذا كان في انتخابات تنافسية بالفعل، فهنشهد كل الأسئلة المثارة، كل ما يمكن أن يدور في أذهان الناس، وده جزء من المدخل اللي هتكلم فيه مع المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، اللي نجح ربما في استكمال كل أوراقه القانونية المتعلقة بانتخاب الرئاسة، وبالتالي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإعلان النهائي المتعلق بمرشح الرئاسة. مهندس موسى أهلا بيك. أهلا بسيادتك. أهلا بيك. اللي أنا قلته في المقدمة على طول، البعض بيقول هنا أن لا يمكن لموسى مصطفى موسى أن يجمع كل هذه التوقيعات والتوكيلات إلا إذا كان يملك عصا موسى يضرب بها في الأرض فتأتي بالمعجزات بهذا الشكل. كيف نجحت في جمع توقيعات من المواطنين بالألاف وأيضا من أعضاء مجلس النواب؟ طيب، أولا أنا أحب أوضح حتة برضو إضافية، أن حزب الغد والمجلس المصري القبائل المصرية والعربية اللي أنا برأسه موجودين في حوالي 26 محافظة بكثافة، فلينا أعداد كبيرة جدا، ومعانا النقابة العامة للفلاحين منضمة معانا، والنقابة المتحدي للإعاقة، فإذا احنا عندنا تكتلات كبيرة جدا. لما جينا أخذنا القرار بجمع التوكيلات ما كانش هو ده العنصر الأساسي بالنسبة لنا، احنا كنا أساسا تفكيرنا أو أنا تفكيري كان الحصول على 20 موافقة من السادة النواب اللي هم ما أدوش اسمائهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكان الفكرة كلها ان احنا طب دول ما خلينا خطوة خطوة عشان بحثت عنهم ازاي يعني وكيف يمكن ان تصل اليهم، لأن كل ده تم خلال الساعات القليلة الماضية فقط، ولا بقالوا أيام؟ احنا بقالنا فترة، احنا بدأت القصة بالنسبة لنا من بعد ما الفريق أحمد شفيق انسحب من الانتخابات. احنا كنا عاملين دراسات كاملة كحزب قبل كده، وعاملين منظومة كاملة للشباب، وعاملين حاجات كتيرة جدا، ومشروع الصوب الزراعي احنا طرحينه، حاجات كتيرة يعني. يعني انتوا كنتوا هتسندوا الفريق شفيق لو ترشح في الانتخابات؟ لو لم يتخذ هذا الموقف؟ لا لا، احنا كنا واخدين موقف مع يعني بمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنا عاملين حملة اسمها مؤيدون وقتها. ده كان الدور اللي احنا كنا عاملينه في هذه المرحلة.
وما دخلناش احنا انتخابات اساسا كفكر، لان كان في كتلتين مهمين جدا، رئيس عبد الفتاح السيسي واحمد شفيق، اتنين ليهم ادوار كبيره وممكن كانت تبقى انتخابات فعلا ليها اسراء كبير وليها دور مهم في المرحله دي. فكانش تفكيرنا ان هنخش في النص عشان نفتت او نعمل هذا الدور، فابتعدنا عن الانتخابات او نرشح حد فينا ينزل الانتخابات. فدي كانت المرحله الاولانيه. بعد كده الفريق شفيق انسحب، وبعد انسحابه اصبح في خلل معين. بعد كده لقينا الفريق عنان دخل وتم استبعاده لاسباب قانونيه او ايا كان. بعد كده جه في خالد علي موجود، وفي قبليه محمد انور، محمد انور سيد انسحب، وخالد علي انسحب، وبرده اظن مرتضى منصور انسحب. يعني حصل خلخله كبيره. احنا شفنا كهيئه عليا، شفنا في هذه المرحله ان احنا دورنا مهم جدا، لان احنا عندنا الدراسات والبرامج اللي هي تفيد المواطن المصري والشباب كلهم. بس انت قلت هنا، يعني انا عندي هنا الوازع الوطني او الدافع الوطني، ان انا شفت ان الساحه اصبحت خاليه، فتعالوا ما نسيبش الانتخابات تبقى بمنافس واحد فقط، لا لابد ان احنا ندخل الانتخابات. ده كان الدافع عندك يعني ده في اللحظات الاخيره؟ يعني طبعا الدافع الاساسي هو ان احنا بقى في مرشح واحد، وده احنا شايفين ان هذا الدور ما هواش دور ايجابي لمصر من ناحيه، وناحيه تانية شايفين ان احنا لينا دور ايجابي جدا في المنافسه. يعني ما هياش العمليه فقط ان احنا دخلنا من هذا النزع الوطني فقط لا غير، لا احنا برضو بصينا كحزب وكتمكن وعندنا امكانيات ودراسات ان احنا ننزل ننافس وننافس بجديه، مش داخلين ننافس كشكل. يعني انت مش نازل ديكور يعني، بس انا هناقش معاك الجزء ده. بس خليني في جمع التوقيعات والتوكيلات، لانه كمان يعني هي ده ربما اهم الضمانات والشروط اللي بيسعى كل من يحاول الترشح في الانتخابات انه يصل اليها. طيب حضرتك بتقول شفنا مين من اعضاء مجلس النواب لم يعطوا للرئيس السيسي، عملت معاهم اتصالات؟ لا احنا عندنا حوالي يمكن 3 نواب حزب الغد كانوا موجودين ونزلوا مستقلين في مرحله معينه وبموافقتنا في هذه المرحله. انت عندك 3 نواب في مجلس النواب؟ 3 نواب، 3 من حزب الغد ودخلوا مستقلين بموافقتنا، عشان كان وقتها الدور مطلوب منهم كمستقلين ينزلوا مستقلين، ما بقاش حزبيين يعني. واحنا وافقنا لهم، هم ناس على علاقه بينا طيبه وناس مستمره معانا، فالعلاقه الحزبيه بقت اكتر منها علاقه صداقه سميها لو عايز تقول هذا الموضوع، لان هم بيشتغلوا النهارده كمستقلين. لكن لما جينا لجأنا لهذا التوجه، اتكلمنا مع الناس بتاعتنا واتكلمنا معاهم وعايزين نشوف ازاي الامكانيات، وعرفنا ان في مجموعه اكتر من 50 اسم ما كانوش ادوا الصوت بتاعهم. بس في كتله جزء كبير في 25 30 ودول واخدين موقف جماعي، يعني في مجموعه تانية خارج هذه الكتله هي اللي خدت منها خدت منهم كام تسليه؟ احنا طلبنا، شوف احنا لما تقدمنا مع جماعه اللي هم مقربين لينا، هم جمعوا مجموعه كبيره، واظن ما اعرفش يمكن فيهم حد من كتله 20 30 او 25 30. اعتقد كده، بس انا ما عنديش التفصيله كلها، لكن احنا الملفات كلها راحت على الهيئه الوطنيه وتقدموا بيها المحامين بتوعنا وقدموها. كام؟ 27 نائبا ولا 26؟ لا هو اللي قدموهم اظن 21 او 20، لكن هو اللي توصلوا يمكن اكتر من 26 نائب. بس انت يعني معقول ما شفتش مين النواب اللي عملوا؟ لا انا رحت، لا ما انا عندي 3 محامين موجودين والناس قاعده هناك في البتاع، ولموا التوكيلات ولموا الورق ومستندات وراحوا للهيئه الوطنيه بالتوكيلات وتقدموا فيه. انا ما كنتش موجود ساعتها، انا كنت بعمل كمان اجراءات في الكشف الاخير الصبح النهارده، ما فكنتش معاهم في ساعتها. انا رحت هناك على الساعه 1:30 تقريبا قبل ما يتقفل الباب، وهم كانوا من الساعه 12 تقريبا او 11:30 كانوا هناك بيقدموا كل الورق وبيفرزوا كل حاجه مع الهيئه، وانا ما جيت بس عملوا تشيك ليست على كل النقط كلها ولو مكتمله تماما يعني. طيب ومن المواطنين بتقول خدت كام؟ المواطنين احنا ما دخلناش في جزئيه التفاصيل، لكن لما جينا قررنا ان احنا نخش الانتخابات وقتها، طبعا احنا موجودين في كل المحافظات تقريبا، ومعانا تكتلات كبيره والقبائل العربيه يعني اعداد ضخمه جدا، ومعانا الحزب طبعا بالناس بتاعته، وكنا بنستخدم معانا في علاقه متكامله بيننا من النقابه العامه للفلاحين. فكلهم اشتغلوا على جمع التوكيلات. اللي انا عرفته من المحافظات، مصر من المحافظات المختلفة. اللي هم اظن 15 محافظه هو 15 محافظه بحد ادنى 1000 من كل محافظه، ده حد ادنى يعني. فاللي حصل ان هم الارقام اللي بلغوني بيها ان احنا وصلنا لحوالي 40,000 توكيل.
وفي نفس الوقت احنا كنا ماشيين بالتوازي في التوكيلات بتاعه التزكيه، مش التوكيلات يعني، تزكيه النواب يعني. النواب فكان طبعا ايهما اقرب يعني، لو كنا دخلنا ما عندناش تزكيه النواب كنا هنجمع التوكيلات المطبوعه ونفرزها، بس كان مشكلتنا انك هتفرز 25,000 توكيل مع اللجنه، ودي قصه يعني مش يعني عايزه وقت، واحنا متاخرين لحد ما متاخر. فانت فضلت هنا انك انت تدخل بتزكيات النواب. طبعا لان دي عمليه بتتكلم على 20 تزكيه او 21 تزكيه في اطار معين، وما فيهاش كل الحاجات اللي هي ترفضنا او لا تؤهلنا لهذا الدور. فلقينا ان طبعا بالنسبه لنا احنا بنستكمل الاوراق في الاخر، وبعد هذه المرحله احنا بنخش بقى على الانتخابات، ايه الدور بتاعنا وهنعمل ايه وازاي. ده هنتكلم فيه. بس انا عشان بسال حضرتك في الاسئله مهندس موسى اللي بتدور في اذهان الناس. البعض هيقول لا مهندس موسى، مصطفى موسى مرشح صناعه امنيه، يعني جاءت به مؤسسات الدوله استشعارا بالحرج ان الانتخابات بلا منافس، فتعالوا نجد منافسا. هل ده صحيح ولا ده لا؟ انا ولا دي ادعاءات. انا اعتقد ان وائل باشا انت عارفنا من زمان وعارف دورنا كويس جدا، وعارف دورنا في 30/6 ودورنا ضد الاخوان، كل الادوار اللي احنا قمنا بيها احنا مش محتاجين حد يزايد علينا ولا ينزلنا ولا يستخدمنا، ولن يحدث ولن يحصل. انا كراجل بتكلم على تاريخي وتاريخ عيلتي وتاريخ الوضع بتاعنا ودوري اللي انا قايم بيه، لا يمكن ابدا ان انا اكون بمثل لاي حد او بعمل دور لاي حد. ده من الناحيه دي. والناحيه الثانيه اللي بيخش يجيبوه ده عشان يعمل دور كده شكلي، هو داخل يقول للناس ما تدونيش اصوات الدول للمنافس، او داخل يقول لهم ايه؟ او ايه الدور بتاعه ساعتها؟ ما انت لو ترشحت النهارده ترشحت، الناس اديتك اصوات يا ما اديتلكش اصوات. مش هتبقى مش مزاج حد يعني. ده اللي بيدي صوته هو اللي بيقرر مش اي حد تاني. فاحنا ما لناش دور ان احنا حد يوجهنا او يجيبنا يعني اساسا. وبعدين احنا النهارده كنا هنخش من الاول قبل ما الفريق شفيق يخش، والدراسات الكامله الموجوده واللي احنا طرحناها موجوده ومعروفه كلها، صوب الزراعيه وخلافه دي مش بس الترشح المفاجئ بهذا الشكل في لحظه الساحه فيها خاليه، يعني اعطى ايحاء وكان هناك من جاء بك لدخول انتخابات الرئاسه. لا انا هقول لحضرتك حاجه، اما قبلينا كان مين؟ مش كان سيد بدوي نزل؟ يعني كان نازل والهيئه العليا اللي رفضته، يعني دي حاجه يعني خاصه بيهم. والسيد بدوي الحقيقه قال ان ده يعني دور وطني هقوم بيه حفاظا على ان الانتخابات تكون تنافسيه يعني. يعني يمكن هو كان ده فكره، واحنا فكرنا داخلين نتنافس يعني. احنا داخلين قلنا ان احنا عاملين مشروعات وعاملين دراسات وعندنا حاجات فعلا ليها قيمتها للمواطنين المصريين والشباب، فقلنا ده حقنا ان احنا الشغل اللي عملناه على فترات طويله نطرحه للناس، واللي شايف شغلنا له قيمه هيدينا اصواته، واللي مش شايف شغلنا له اي دور يعني هي بس الوقت كان ضيق جدا يا مهندس مصطفى. خلينا نقول بس على الناس اللي لقوا انه، وعشان كده انا قلت بتعبير هل يملك موسى مصطفى موسى عصا موسى، يعني الوقت ضيق جدا علشان تتمكن من جمع حتى يعني الاتصال بالنواب. ده عايز وقت يعني، واقناعهم يعني في من ترشحوا وفشلوا في الحصول على تزكيات من التزكيات العشرين من مجلس النواب. فبالتالي هنا الوقت الضيق ده انك تحصل بهذه السهوله، لا هنا البعض هيقول على طول وهل يملك عصا موسى حتى. احنا بنتكلم على 20 نائب، بنتكلم على 20 نائب من 500 وكسر يعني النواب اللي هم رفضوا يدوا اصواتهم للسيسي، فكان الدور بالنسبه لنا فرصتنا ان هم يفهموا دورنا والمشروعات اللي احنا بنطرحها ازاي، وايه الفرصه اللي احنا عايزين ناخدها، ويدوا نفسهم فرصه انهم يساندونا عشان يبقى في منافسه موجوده ونشتغل على هذا الاساس. ومنهم اقتنعوا، وهم في بعض الاخرين انا ما شفتهمش طبعا، لكن كان الناس بتاعتنا وصلت معاهم وتوصلت معاهم الى اقناعهم. يعني انت المجموعه اللي معاك يعني النواب كانوا من انهم الذهاب للنواب باعداد يعني مختلفه. يعني عملوا بفكر ان احنا يعني لازم يبقى في دور موازي للي بيحصل، يعني هم النهارده عشان يدوا ما كانوا يدوا للرئيس السيسي ما ادولوش ليه؟ الاساس او يعني ما هم يعني ما ادلوش اصواتهم. يعني انت شفت مين الذين لم يمنحوا تزكيات يعني وتوقعات للرئيس السيسي، فتعالوا يا جماعه نجري بيهم اتصالات. انت بتقول في ثلاثه من عندك كانوا في ثلاثه من عندنا عملوا تناوب مع الناس، وكان كل يوم بيجي لنا فكر وفي ناس جاهزه وعايزه الناس تدي فرصه وتشوف، لغايه لما توصلنا لعدد يعني
الكلام كان على 26 واحد تقريبا. انما الاظن اللي تقدموا بيها 21 20 مش متاكد بالظبط الرقم، لكن ده اللي هو يعني تقدم في اللجنه وموجود في الهيئه الوطنيه والاسماء بتاعتهم وكل التفاصيل موجوده. طيب وهنا بشكل قاطع مهندس موسى بتقول انه ما فيش جهه سواء امنيه او سياسيه كلمتني وقالت لي تعالى ادخل الانتخابات علشان يبقى في مرشح منافس لابد ان نجد هذا المرشح باي وسيله، فتعالى يا مهندس موسى حتى يعني تكون انت طوق الانقاذ بهذا الشكل. طب مفيش جهه امنيه ولا سياسيه؟ لو في جهه امنيه، اولا انا لا اعتقد في جهه امنيه توجه لي هذا الكلام، نمره واحد. نمره اتنين، ما عندهم 106 حزب يروحوا لهم، وفي احزاب يعني مجرد انك تجيب وتقول له تعالى انزل وانزل، لا مش معانا، احنا لينا دور تاني خالص ولينا فكر تاني خالص، ومش احنا اللي حد هيجيبنا شمال ولا يمين، احنا عايزين نعمل حاجه محترمه، وبنعمل حاجه محترمه فعلا، وداخلين بفكر قوي وفكر يعني فعلا في منافسه شريفه ومشروعات هتبقى مطروحه على ارض الواقع، وده الدور بتاعنا. دورنا مش حد يجي يقول لنا تعالوا ننزلوا بكره الصبح، ننزل ننزل فين ونعمل ايه عشان ننزل، وايه دورنا اللي هنعمله عشان ننزل في كده، هندي اضافه في ايه يعني؟ هنقول ان الرئيس سيسي مش نازل لوحده؟ طب ما كل واحد بيكتب لك النهارده مش عارف مين في امريكا نزل لوحده ومين نزل هنا مع ومانديلا كذا وبتاع، فالناس عماله تدي مقارنات طول الوقت، تدي مقارنات ان هياش ما فيش احتياج لمنافس ينزل قصاد الرئيس سيسي. احنا نزلنا كمنافسين بفكر المنافسه الحقيقيه، مش ما نزلناش بفكر ان احنا نوجه او نعمل دور او انه تم الدفع بك اللي هو ما يسميه البعض الدوبلير يعني. بترفض تماما انك تكون دوبلير في الانتخابات وانت نازل بجد يعني. طبعا احنا دورنا اكبر من كده بكتير، وادوارنا معروفه، ودورنا الوطني معروف، وكل اللي احنا عملناه في تاريخنا السياسي والحزبي واضح تماما، ومش احنا اللي هيبدا جيلنا لا شمال ولا يمين لمصلحه اي حاجه تانية. طيب مهندس موسى، وانا يعني باخدك في كل ايضا التساؤلات في الجزء الثاني، هنبتدي نسمع يعني اذا انت بتقول انا باخد الانتخابات بجديه شديده، طيب ايه المشاريع المختلفه والافكار المختلفه، بس خلينا ايضا في التساؤلات اللي عند المواطنين. في التساؤلات متعلقه بمؤهلك العالي، وربما بمؤهلك يعني ربما أثار هذه القضية الدكتور أيمن نور اللي كان رئيسا لحزب الغد، وهو طبعا يعني هو بيتهمك بأنك سرقت منه الحزب ودخلته السجن، فبيقول أنا واثق وأنا عندي معلومات مؤكدة أن المهندس موسى مصطفى موسى لم يحصل إلا على معهد صناعي في الجزائر وما معهوش مؤهل عالي، وانت عارف ان شروط الترشح بتقتضي انك تكون لديك مؤهل عالي. لا طبعا ده كلام كله ليس له اي قيمه، ده ايمن نور اللي بيتكلم، وايمن نور مش هصنفه النهارده مين هو ايمن نور. هذا الرجل يحقد على نفسه ويبحث عن المشاكل للاخرين طول الوقت. ايمن نور النهارده لو بيتكلم على مؤهل دراسي ليا صناعي زي ما بيتكلم ومن الجزائر، انا ارجو لو كان عنده الجراءه والجرأه انه يحطها على الشاشه هو والراجل بتاعه اللي اسمه معتز مطر، يحطها لنا على الشاشه مش نشوفها. انما انا شهاداتي موجوده والتوثيق بتاعها موجود والخارجيه موجوده والسفاره المصريه موجوده والقنصليه موجوده والبعثات موجوده وزاره العدل موجوده وكل توثيقاتي موجوده. شهاداتي انا اكبر كليه في فرنسا معماريه في فيرساي، انا الشهادات انا الكليه بتاعتي 6 سنين والدراسات بتاعتي اعلى من ماجستير، وكان ناقصني يمكن 4 درجات معينه عشان تبقى دكتوراه، وده اللي ما كانش في وقت بعد وفاه الوالد وتحركنا ونزلنا القاهره. وديت هندسه. هندسه معماريه. وعدلتها هنا بانها مؤهل عالي. هي واخده كل لا مش معادله عالي، لان المشكله في المعادله انك انت لو بتعادل يبقى انت عايز تشتغل في الجامعه، واحنا كتبنا تعهد ان احنا مش هنشتغل في الجامعه. يعني كان بيشرطوا حاجات معينه، واحنا ما دخلناش في هذه الجزئيه لان ما كناش لا عايزين نشتغل ساعتها في مصر وقتها، ولا كنا هنعمل دور له حاجه دراسات او تدريس في الجامعه. لا لكن ده ما يتناقضش مع الماده 1 في الفقره 3 في قانون الانتخابات انك لابد ان يكون معاك مؤهل عالي. انت شايف انا مؤهل اعلى من عالي، انا مؤهلي ماجستير رسمي في الورق وكل حاجه، واضافه للماجستير كان ممكن اخد كمان اوصل للدكتوراه بيه، لكن ما وصلتش لان كان في حاجات ناقصه في الدرجات وما كانش ممكن اكمل لو انا بشتغل والوالد توفى، وكنت يعني كان الوضع مختلف يعني،
لكن المؤهل بتاع البكالوريوس زائد درجات اضافيه تمثل ماجستير. امال ايه معهد صناعة من الجزائر ده بقى؟ انا عايز اشوفه منه بقى. ما انا عايز اشوف واحد راجل بيتكلم كلام له قيمه وله، ويبقى سوي هو واللي معاه ويورينا الكلام ده، وانا بتحدى على الشاشه قدام الناس، وانا مؤهلاتي موجوده هطلع على الشاشه واعرضها اهو. يعني انت بتقول اللي بيدعي ان انا معايا معهد صناعي فقط من الجزائر وانا مش عارف ليه. انت رحت الجزائر شويه ولا حاجه؟ احنا والدي كان عامل مكتب هندسي فيه 4000 مهندس في الجزائر. في الجزائر وبنينا نص الجزائر، وده قصه معروفه. في شارع باسم الوالد في الجزائر، ولينا وضع كبير جدا في الجزائر. يعني مش احنا اللي هنيجي نعمل معهد صناعي في الجزائر. هو الجزائر دي كانت لسه بتتبني، يعني ما كانش فيه الادوار اللي هي يعني العلميه. رحنا فرنسا درسنا انا وعلي اخويا، وبدانا هناك فعلا في كليه فرساي بتروف في فرنسا، وعملنا كليه والدراسه هناك 6 سنين مش 4 سنين. الدراسه هناك تختلف. اكبر مؤهل معماري في فرنسا هو كليه البوزار اللي احنا عملناها. لكن لا مؤهل صناعي ولا بتاع. احنا حقيقي في الصناعه، احنا عندنا اكبر شركات في مصر في الصناعه، ما بيعملناش ده من الهوا. احنا مشروعاتنا ضخمه جدا في هنا في 6 اكتوبر في كل المدن الصناعيه، وعندنا ده العائله انا وعائلتي وعلي اخويا، وعملنا هذه الانشاءات كلها، وعملنا مش عايز اقول اسامي الشركات عشان ما نروجش ليها، انما احنا من اكبر الشركات الصناعيه الموجوده في مصر النهارده. طيب يعني اذا يا جماعه انا باخد بس نقطه، لان اذا في اتهامات توجه، علامات استفهام تثار، اي اسئله في اذهان المواطنين مش هنخفيها، هنتكلم فيها مع المهندس موسى مصطفى موسى. فما يتعلق بكيف تمكن من جمع التوكيلات والتوقيعات، ما هو اجاب عليه؟ هل هو صناعه امنيه؟ ايضا اجاب على ده. الشهاده هل هي معهد صناعي من الجزائر زي ما بيقول بعض خصومه، وما يتم تسويقه الان في مواقع الاخوان، وانه ما معهوش المؤهل العالي؟ يعني ده لان ده الحقيقه ده يبقى مأزق قانوني يعني يحول بينه وبين خوض الانتخابات. المادة 1 فقرة 3 من قانون الانتخابات انه لابد ان يكون حاصلا على مؤهل عالي. النقطة الثالثة، شيكات بيقولوا انه المهندس موسى مصطفى موسى عنده قضايا وعليه احكام جنائية متعلقة بالشيكات. طوال انا مش عارف برضو من ايمن نور ولا من حتة تانية. من الاثنين. انا عايز اللي بيقول عليا قضايا شيكات يكون عنده الجراءه والاحترام الذاتي لشخصه ان يورينا هذه الشيكات وهذه القضايا وهذه الارقام. ده نمره واحد، ونشوف بيتكلموا على ايه وامتى، واني الشيكات دي تبقى لي مرحله. لان طبعا ده كله كلام فارغ. انا لا بمضي الشيكات، انا راجل عضو مجلس اداره في الشركات ولست عضو منتدب في الشركات. كل شركاتنا شركات مساهمه كبيره وضخمه، وانا عضو مجلس اداره ولا ادير الشركات اولا. فعايزين نعرف مين اللي كاتب الشيكات، واني الشيكات وبتاعت مين وعلى مين. يعني انت حتى البعض لما طلع بعض الصور القضايا والحاجات دي ليست صحيحه يعني. ولا شفناها ولا اعرف ايه هي صور قضايا مين، وممكن تكون يعني صور موجوده او صور وعايز اعرف تواريخها ايه كمان. انت بتشوف ان البعض يعني بيلعب لعبه طبعا الاختلاق مستندات والترويج لها يعني. حضرتك احنا اذا كان واحد يقول انا خريج كليه صناعيه في الجزائر، طب ما يوريني الشهاده دي على الاقل، مش هو شافها عنده الشهاده دي؟ طيب بيرموا بقى قضايا، يقول لك القضيه 3789 اللي هي 3789 سنه 2005 جناح عابدين، الحكم 3 سنوات، التهمه شيك. قضيه 4076 جناح عابدين، دي 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 ارقام قضايا يعني. والتهمه شيك طبعا يعني انا طبعا يعني هنا مفيش يعني مفيش توصيف لل، لكن دي المستندات اللي هي تم القائها على مواقع التواصل الاجتماعي. ده كلام طبعا مغرض ومش مظبوط. احنا هو بيتكلموا نوت على قضايا كان بيننا وبين شركه زيروكس بتاعت مكن التصوير. وشركه زيروكس احنا رفعنا عليهم قضايا، واحنا كسبنا كل القضايا منهم وعوضونا وجابوا لنا مكنه ثانيه بهذا الكلام، لان هم اولا المكن بتاعهم ما كانش له قطع غيار وما كانش بيتغير، ووقفنا عن السداد معاهم ودخلنا معاهم في قضايا متكامله كانت في عباره عن مجموعه معينه من الشركات. دي شركه بتورد مكن واحنا اشتريناه ورجعنا المكن وما خدناش حقنا، وجابوا لنا مكنه ثانيه بعد ما وصلنا للتفاهم النهائي. فمش دي مش قضايا لا جنائيه ولا قضايا شيكات علينا ولا التزامات، دي قضايا عليهم هم، وهم استغلوا ان كان في مدفوعات
بشيكات وما سددناهاش ان احنا اعترضنا لغايه لما غيروا المكنه وحصلت انهاء. وفين الاحكام النهائيه اللي بيتكلموا عليها؟ يعني شايف ان دي يعني معاملات تجاريه طبعا، لكن انت ما فيش هو الفيصل ايه ان يبقى في حكم قضائي نهائي صدر ضدك طبعا بالسجن يعني زي ما بيقول. لا ما فيش اي، لما يجي مثلا حد بيديلك حكم ابتدائي ما انت لازم يبقى اسمه حكم بالسجن بكذا، وانت بتعمل استئناف له وتاخد حقك وتقاضي وتاخد تعويضاتك وخلافه، وده اللي حصل في قضايا دي. وهم لو ما كانش كده ما كانوش جابوا لنا مكنه ثانيه، مكنه اكبر كبيره جدا. طيب يعني انت ربحت هذه القضايا في النهايه؟ طبعا كل حاجه. وبعدين شركه جيروكس موجود، حد يتصل بيها ولا لا؟ طيب طبعا انا اثارت كل هذه القضايا مهندس مصطفى لانها مهمه جدا، لسبب ان البعض بيستخدم هذه القضايا المختلفه في محاوله التاكيد على انك مرشح صناعه امنيه، بيتم حتى لو في قضايا ليك بيمسحوها لك، لو في توكيلات بيجمعوها لك، لو في اي مشاكل بيزللوها لك، وبالتالي ده الايحاء اللي بيتم تصديره. لو ما معكش مؤهل يجيبوا لك مؤهل، ده ايضا الايحاء اللي بيحاول البعض. يمكن ايمن نور اللي اخذ مؤهل من روسيا، وعمر ما راح روسيا ولا يعرف كلمه روسي. مش ده ايمن نور اللي عنده شهاده دكتوراه يعني من روسيا؟ كلام ده شغل. انا يعني للاسف مش عايز استعمل الفاظ بتاع ده، شغل نصابين بيتعمل وبيحاولوا يعملوا بيه ترويج. احنا لينا دورنا ولينا وضعنا، ولن يخترقنا احد بالهيافات والكلام ده كله. احنا ناس لينا ادوارنا العلميه، وعملنا دراساتنا وعملنا انجازاتنا وعملنا انجازاتنا العمليه، وعندنا اكبر شركات صناعيه في مصر النهارده ما جاتش من الهوا. ما عملناش الامن جابها لنا ولا حد جابها لنا، اشتغلناها بتعبنا. احنا اول مصنع عملناه كان في السبتيه على 500 متر مربع، النهارده عندنا اكبر مصانع في اكتوبر في السادات، ومعانا اكبر شركه في مصر، مجموعه سويس معانا ومجموعات كبيره، واحنا المؤسسين لهذا الكلام، وشركات بتسوى يعني مش عايز اتكلم في ارقام يعني. طيب ده مجهوداتنا شغلنا. يعني مش شغل النصابين بتوع القنوات اياها ديت، لا احنا بنتكلم في انجازات فعليه، دراسات عملناها، انجازات طلعنا بيها، شهاداتنا معتمده موجودين. ولو انا شهادتي مضروبه، شهاده علي اخويا مضروبه، ما احنا متخرجين مع بعض من الجامعه. انت واخوك يعني. انا واخويا ولا احنا اتنين كنا صناعه. انت عايز تقول ان احنا عائله تجاريه اقتصاديه وانشانا مصانع وشركات يعني لم تطفو على سطح المجتمع كده؟ طبعا بقى لنا 25 سنه واكثر من 25 سنه هذه الشركات، واكبر مصانع موجوده في اكتوبر وفي كل حته. عندنا اكثر من 2700 عامل هناك موظف. فدي ده كل ده اتبنى طوبه على طوبه من الشغل والجهد. ولما كبرنا معانا دخل معانا شركه ووسعنا راس المال وعملنا. فالكلام ده مش جاي اهتبالا ولا جاي كده لا ده شغل وجهد اتعمل على مدى سنين، مش دبلوم صناعه ولا بتاع مزوره من روسيا. لا لازم يعرف يتكلم ويحترم نفسه عشان ما يحطش نفسه في كادر صغير على قده. تعتقد لماذا تم استهدافك بهذا الشكل في الساعات القليله الماضيه تحديدا؟ ده سؤال مهم حضرتك، وانا عايز اسال سؤال يمكن مكمل معاه. هو ايمن نور مش كان العدو اللدود بتاعه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو معتز مطل، وقاعدين طول النهار يشتموا ويعملوا الكلام ده كله؟ مش ده اللي بيعملوه في القناه بتاعتهم؟ طب اشمعنى النهارده لما انا دخلت كمنافس جاي بتشتغل عليا انا وسبت الرئيس السيسي؟ طب هو فين؟ فيعني موضوع يعني حقيقه يعني للاسف هي عمليه تشهير وعمليه الاطاحه. يعني هو عنده ده من ضمن الكلام اللي بيقوله، يقول وموسى مصطفى موسى كمان هيبقى هو الوصيف. يعني دي اللي حرقاك قوي ان انا ابقى الوصيف؟ يعني مش فاهم انا يعني. طب انت فين يا عم؟ يعني هو عنده عقد نفسيه الحقيقه، وبيتناسى نفسه وما بصش للامور، وقاعد بيستعمل القناه بيلعب بيها كانها لعبه، فاكر ان القناه ديت يعني بس ده جايز لان في صراع حزبي بينكما. يعني هو بيعتبر انك انت امتى سرقت الحزب منه ودخلته السجن زي ما بيقول يعني، سجنته كمان. سيادتك الحزب دوت لما هو، انا مش عايز ارجع في التاريخ لو انت عندك وقت، لكن ايمن نور لما جينا عملنا هذا الحزب كنا احنا اتنين مؤسسين الحزب، مش هو بس، انا وهو طلعنا جوابات تاسيس. يعني تاسيس الحزب طبعا بدا بكما، مش احنا الاثنين مش به بس. لا 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 طبعا، انا جواب التاسيس وهو جواب التاسيس. فده نمره واحد. نمره اتنين، لما بدانا نشتغل في الحزب وعملنا شويه تحركات، وكان عندنا مقر واحد في اسكندريه وواحد في وسط البلد. بعد كده ايمن نور دخل في انتخابات رئاسه الجمهوريه، واحنا طبعا كحزب كنا واقفين معاه في هذه المرحله. لكن لما لقينا ان ايمن نور تصرفاته كانت غير سويه
ولقينا ان هو عمل لجنه. اولا لما بالقانون لما تخش ترشح نفسك الانتخابات رئاسه الجمهوريه لازم تجمد ادويتك في الفتره اللي فيها الانتخابات ده باللائحه. هو ما عملش كده، وكان المفروض انا النائب الاول انا اللي ادير الحزب، فمش معقول اجي اقول له سيب الحزب واقعد في البيت. وهو راجل يعني شايف ان هو يعني بيدير الحزب ولا خلافه. فطبعا ده الدور اللي هو قام بيه. فجي عمل لجنه ماليه وبعدنا عنها، وانا النائب الاول تماما ومفروض انا اللي اكون بديل الحزب، وشكل هذه اللجنه. ولما يمكن كنت سمعت وقتها قالوا ان في 70 مليون دولار جت وفي ارقام كبيره جت وقت انتخابات الرئاسه ضد حسني مبارك. هو كان همه ان يستبعدني انا ومجموعه تانية ما لناش دعوه بالحته دي. وهنا لما حصل مشكله والهيئه العليا كلها اجتمعت واخدوا قرار 80% من الهيئه العليا اخذت قرار بفصله. هو اتفصل من الهيئه العليا مش مني. هو حاول يعمل مناوره راح لصفه الشريف وقدمه ورق لفصل ليا انا وثلاثه تانيين، واحنا رحنا طبعا عملنا له عزل كامله. فالموضوع ما كانش يعني كان راجل مناور، وده الدور اللي كان بيعمله. لكن طبعا اخذ فلوس منين؟ مين يموله؟ عمل ازاي؟ دي عاده عنده، ازاي ياخد يستغل الناس؟ ازاي يسافر؟ ازاي ياخد فلوس من تركيا؟ ياخد فلوس من قطر؟ شغال على كل حته، ازاي يشتم مصر؟ ما دي تيكت بيدفع له فلوس. فادي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي انا يعني افخر ان انا لا ليس لي شكل بيه ولا علاقه بيه ولا يهمني ولا يهمني كلامه. حتى يعني الناس بتقول لي ما عنديش استعداد ارد حتى على الهلاقي. لكن هنا انت يعني ولا حتى اشعال النار في مقرات الحزب اللي هي التهمه اللي حاولوا انهم ينسبوها لك ايضا والسطوه على الحزب، ولا علاقه بدخوله السجن يعني ما لهاش علاقه بدخوله يعني السجن. لو عايز برضو حته الحريق الحزب دي برضو يعني نتكلم فيها. احنا طبعا جم هم قالوا عايز احنا الحزب قانونيا كان معايا، قالوا هيعملوا جمعيه عموميه للحزب. فطبعا جمعيه عموميه للحزب معناتها ان هم عايزين يخلقوا نزاع جديد ونخش بقى في تجميد الحزب واشياء كثيره. فطبعا احنا بعتنا لهم قلنا لهم مفيش داعي لهذه الجمعيه لان دي هتعمل مشاكل كبيره. وحصل تحركات كثيره من الناس عندنا، فبعتنا مجموعه من المحامين والناس كلها موجوده وغالبا تعرف كثير منهم، راحوا للنائب العام وقالوا له الجماعه دول بيعملوا هذه الجمعيه، يا اما عندهم اوراق سليمه وتراجع اوراقهم مع اوراقنا، واللي اوراقه سليمه هو اللي يعمل هذه الجمعيه او تتلغي. ده اللي طلبناه. النائب العام قال انا هبعت حد واروح هناك ونشوف حد هيتابع هذا الموضوع قبل المواعيد. طبعا المواعيد كانت مطاطيه وما جاش حد قبل الميعاد اللي هم بيختاروا بيه. فقامت مسيره من عندنا كامله راح في اتجاهها للنائب العام تقول له فين الناس اللي هتيجي. فاحنا ماشيين في السكه ابتدوا يرموا من العماره اللي فيها جروب فوق من الدور الثاني ازايز سيفن اب في ميدان طلعت حرب، ويرموا ازايز تنزل على الناس، وطبعا الناس هربوها في كل حته وبتاع. قعدوا كانوا عاملين متاريس فوق. دول مين انصار الدكتور؟ هو ما كانش موجود، كان زوجته موجوده والناس بتاعته موجوده، وده الدور اللي هم كانوا بيعملوه يعني. وبقى الناس بتاعتنا ماشيه، فابتدوا يرموا اللي هي الازاز المولوتوف دي تنزل مولعه وتنزل تتفرع تحت. الجنائي نفسه او التحقيق الجنائي اثبت ان لا يمكن تترمي بتاعه مولوتوف من تحت لفوق اكتر من متر، لو اترمت اكتر من متر اتفرع في المحيط نفسه. دي نازله من فوق من الدور الثاني اللي هو ماسك الدور الثالث، وكان كل الحرايق دي بتترمي من فوق. يعني مش انتوا اللي اشعلتوا النار؟ ولا نعملها ازاي؟ نشعلها ازاي؟ احنا قاعدين تحت في الشارع وبنجري وعاملين يرموا علينا حاجات. وناس رايحه للنائب العام. فهم طبعا استغلوا هذا الكلام وعملوا وكل ده متصور، وده اللي وديناه في التحقيق. كل الحاجات اللي فيها نار دي طالعه باينه واضحه تماما في التصوير وفي الافلام. طيب ولم تاتوا ببلطجيه زي ما هم بيحاولوا؟ هو ليه استعاده هذه المشاهد الان؟ لانك في انت مرشح في انتخابات رئاسه يعني. وبالتالي يعني هتلاقي الخصوم هيستخدموا هذه القضايا. وهتلاقي كل الناس عايزه تسال يعني فيها يعني. لا طبعا لو كان شايفين ان ايمن نور شخصيه سويه ومحترمه وراجل مخلص لهذا الوطن وراجل له مواجهات ليه، يبقى نتكلم ساعتها في الاطار المقارنه. انما انا بقول لحضرتك ده شخصيه لا نفخر بيها في مصر وليس له دور، وده راجل عدواني لبلده، وانا شايف كمان ان سحب منه الجنسيه ده اشرف ليه يعني. طيب وانت بتقول كان بيهاجم الرئيس السيسي فساب الرئيس السيسي؟ ساب الرئيس السيسي وشغال عليا انا. طيب طب خد دي عشان نبقى خلصناها كمان، لانه هو ايضا الدكتور ايمن نور بيقول انك انت عندك احكام بالسجن في السعوديه بالنصب بتوع النصب. يا ريت يجيبها لنا عشان اخد منهم تعويض. بس احكام ايه اللي بيتكلم عليها؟ واني سجن بيتكلم عليه؟
الراجل ده يعني اكنه مثلا ده راجل جستابو قاعد مفتح في كل حاجه وجايب القضايا وجايب الناس كلها وجايب كل حاجه يوريها لنا. اه يعني انا انت عندك حاجه بتتكلم عليها اعرضها وريها لنا. وانت اشتغلت في السعوديه شويه؟ ما اشتغلتش عمري في السعوديه ولا كان عمري عندي اقامه في السعوديه. يعني لما رحت انا عملت قبل كده حجيت مره وعملت ثلاث مرات عمره وعندي اصدقاء كتير جدا. لا بتكلم عن احكام بالنصب يعني في السعوديه داخل المملكه العربيه. يجيبها لنا الكلام دوت. ما هو بيتكلم ما هو الكلام ببلاش. يعني راجل بيتكلم في الهيافه وبيتكلم في شهادات مزوره وبيتكلم في هذا الكلام انا بتحداه قدامك اهو قدام الناس كلها. يورينا الكلام ده كله ويطلعه على الهواء. طيب دي يعني عدد كبير من الاسئله بس بيبقى في سؤال كمان مهندس موسى مصطفى موسى. هو البعض ممكن يقول لانه البعض حتى في بعض السياسيين كاتبين ده انه موسى مصطفى موسى كان ياتي به صفقه الشريف لاشعال الفتن داخل الاحزاب. يعني في شخصيات يتم استخدامها لو عاوز انه يعني يخطف حزبا او يوقف نشاط حزب او يحدث انقساما في حزب. فكان في بعض الشخصيات التي يمكن ان ياتوا بها ومنها المهندس موسى مصطفى موسى وده الدور اللي لعبه في حزب الغد. ايضا هل كان صفوه الشريف يستخدمك في اشعال الفتن داخل الاحزاب؟ انا عمري ما كان لي علاقه بصفوه الشريف اطلاقا وراجل حي يرزق وريت حتى تدخله على الهواء تساله ده نمره واحد. ولا استخدم من اي حد لا صفوه الشريف ولا غير صفوه الشريف ده نمره واحد. واستخدم في ايه؟ عشان اوقع الاحزاب في بعضيها. انهي احزاب الموجوده انا اوقعها في بعض؟ اوقع الوفد مع كذا. فالكلام كله طبعا يعني ملوش يعني قيم او مبادئ. وصفوه الشريف ولا عمره اتكلم معايا وما كانش علاقتنا كويسه. وخصوصا يوم ما رحنا له وكان معايا الشيخ رجب رحنا اتكلمنا معاه على اساس يوم ما ايمن نور بعت فاصل ليا وثلاثه تانيين ورحنا لصفوه الشريف وبيتكلم معانا قال لنا يا جماعه ما تلموا الدور وتصالحوا. قلنا له صالح في ايه؟ قال ما ايمن نور بعت كذا كذا. قلت له طب خد بقى سيادتك العزل بتاع ايمن نور اهو وعايزين جواب استلام منك له. العزل وما كانش لينا علاقه طيبه بصفوه الشريف. وحتى الراجل قال ايه الكلام دوت وحقيقه رجب قام اتعصب وبتاع. الراجل قال له تدينا زي ما استلمت منه تستلم مننا. ودي العلاقه بينه وبين صفوه الشريف. والقضايا اللي انا كسبتها كلها الحزب ضد الدوله ضد صفوه الشريف ضد لجنه شؤون الاحزاب. انا ما خدتش قضيه كسبتها ضد ايمن نور. انا كل قضيه واخدها ضد الدوله ضد وزير الداخليه وضد المجموعه كلها اللي هي لجنه شؤون الاحزاب نفسها. يعني ادارت المعركه الحزبيه بشكل قانوني يعني جدا وكسبتها في كل مرحله. وكل مكسب يستأنفوا ويعملوا كذا عمليه كلها واضحه تماما ان هم مساندين لايمن نور. ده الراجل بتاعهم ده الراجل بتاع صفوه الشريف. يعني انا مش بتاعي انا ايمن نور ولا بتاع يقولوا يعني استخدمني انا. طيب التساؤل الاخر ايضا صفحاتك فيها تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي. لو شفنا بعض هذه الصفحات فالبعض هنا بيقول كيف اذا احنا امام منافس لا ينافس يعني يصفونك بهذا الشكل. دائما اللي بيأيد لا, لا 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 دي صفحات حتى عدد كبير من المواطنين بيطلعوها. يعني بيقول كيف يمكن لمنافس للرئيس عبد الفتاح السيسي كان يؤيده وانت كنت عامل حتى حمله اسمها مؤيدون. وانا شرحت حضرتك كنا عاملينها في اي مرحله ولما العمليه دي تتغير شكلها معيارا وكل حاجه احنا لغينا هذه الحمله وما استمرناش بيها خلاص لان ما كانش ليها دور هذه الحمله. طيب ما هو هنا من حق الناس انها تتساءل كيف يمكن لمن يقود حمله لترشيح وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يصبح منافسا له في الانتخابات. ده شيء طبيعي جدا. احنا بنتكلم في كنا في مرحله معينه كان الرئيس عبد الفتاح السيسي له منافس كبير واحنا كنا واقفين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لانجازاته السابقه وكنا مؤيدينه وعملنا حاجه اسمها مؤيدون. لما حصل متغير والفريق شفيق انسحب من المعركه وسامي عنان وخلافه فاصبح الموضوع شكلا مختلف تماما. طب ما سيادتك بتتكلم على حته يعني تقول طب سيد البدوي كان نازل ليه؟ نازل بفكر يمكن وطني زي ما سيادتك قلت او عايز يعمل حاجه فيها توازن. احنا ما نزلنا لا نزلنا بفكر تنافسي. نازلين بفكر ان احنا شايفين ان لينا دور مهم وعملنا مشروعات تنمويه مهمه وطرحناها قبل كده على الرئاسه وطرحنا المشروعات دي كلها وتكلموا بيها وتكلموا على الصوبه الزراعيه كل اللي احنا طرحناه كانوا بيتكلموا بيه. يعني انت مش نازل لا ديكور ولا كومبارس ولا دوبلير. انت نازل منافس واتمنى ان احنا نقوم بدورنا واتمنى ان المواطن المصري يدرس اللي احنا هنطرحه كبرامج واذا كان لينا يعني دور معين الناس هتحترمه
انا اعتقد ده يبقى اللي يكسب واللي ربنا بقى يديله يوفقه. طيب ومش معنى لانه ده مش معنى انك انت ايدت الرئيس السيسي وقدت حملات من اجل دعمه في فترات معينه ده لا يتناقض مع انك تصبح منافسا له الان في الانتخابات اطلاقا. احنا كنا واقفين معاه واحنا انا اللي بقول عملنا حمله اسمها مؤيدون وكنا وعاملينها ليه وقتها لان كان هو الدور الراجل اللي احنا كنا واقفين معاه في المرحله الانتخابيه الاولانيه ديت لما دخل المرشحين وانسحبوا لان الوضع بيتغير فاحنا طبعا بالنسبه لنا بصينا لها طب ما احنا فين احنا يعني كحزب ودارسين وعاملين طب ما ننزل بالدور بتاعنا وليه ما ناخدش فرصتنا بالطريقه المحترمه. طيب هتكلمنا شويه بقى يعني عن ايه اللي انت ناوي تعمله يعني انت هتخوض انتخابات رئاسه وبالتالي هتعبر عن افكار وتعبر عن برامج معينه وهتقول ايه اللي انا عاوز اعمله للناس وبالتاكيد كمان هتقول طيب ايه المشكله اللي ممكن تلعب عليها في الانتخابات وشايف انه ربما الرئيس السيسي لم يحققها في رئاساته الاولى يعني فتقول والله طيب انا لان شفتك بتتكلم مثلا عن صعوبات اقتصاديه وانت عايز تخففها وبتتكلم عن بعض الافكار ده هنتكلم فيه بعد الفاصل. احنا اتكلمنا عن كل الاسئله والاتهامات اللي يمكن ان تدور في الاذهان واللي اثيرت خلال الساعات القليله الماضيه وكان مهما انه يجيب عنها المهندس موسى مصطفى موسى. ليه؟ لانك لما بتسيب الاتهامات والشائعات بتنتشر بهذا الشكل لا بتزيد لكن لما بترد عليها وتواجه الناس بالحقائق بتنتهي. بعد الفاصل هنكمل معاك وايضا اللي عنده تعليقات يرسل لنا يبعت لنا واحنا هنوجهها للمهندس موسى الذي اصبح قاب قوسين او ادنى من أن يصبح مرشحا لانتخابات الرئاسة ومنافسا فيها. مشاهدينا نحييكم من جديد. خلال الأيام القليلة الماضية ناقشنا معكم أكثر من قضية متعلقة بالانتخابات الرئاسية وحالة العقم السياسي اللي بنعيشها وتساءلنا لماذا يعني لم يتقدم أكثر من مرشح. الأحزاب والقوى السياسية بتتهم السلطة وبتقول هي السبب والسلطة وقطاع في المجتمع شايف أن الأحزاب بضعفها هي التي لم تقدم مرشحين لكن في كل الأحوال هي قضية مجتمع يتحمل جميع المسؤوليات المختلفة فيها. انتخابات رئاسية كلنا نطمح بأن تكون فيها منافسة وكنا نطمح أن تكون المنافسة بين أكثر من مرشح. حتى ساعات قليلة لم يكن هناك مرشح منافس للرئيس السيسي في هذه الانتخابات. تقدم المهندس موسى مصطفى موسى فجأة واستكمل كل أوراقه القانونية المتعلقة بالانتخابات وسط تساؤلات وعلامات استفهام أثرناها وهنكملها معاه دلوقتي. مهندس موسى قبل ما بس نعمل عندي هنا الأستاذ أحمد شرقاوي عضو مجلس النواب والمتحدث باسم تكتل 25-30 لأنه عايز يوضح الجزء المتعلق بهل نواب 25-30 أنت قلت يعني أنا خدت من النواب ربما يكون فيهم واحد من 25-30 يعني. أنا ما أعرفش التفاصيل بالظبط لكن يعني دي أستاذ أحمد تفضل. أستاذ أحمد شرقاوي أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل. في الحقيقة أنا طلبت المداخلة علشان أوضح موقف التكتل من منح التزكيات البرلمانية لمرشح الرئاسة. التكتل واخد موقف واضح ومحدد وقرر عدم منح أي مرشح حالي أو كان محتمل أي توكيلات أو تزكيات لخوض الانتخابات الرئاسية. بس قررتوا ده إمتى؟ أنتوا كان لغاية ساعات قليلة يعني ما كانش في قرار بكده، كنتوا لسه بتقولوا مش عارفين لسه هنعمل ايه. في التكتل و
سيصدر بيان غدا بموقف التكتل عموما من الانتخابات الرئاسيه. طب ليه تاخر ليه تاخر يا استاذ احمد؟ يعني انت عندك كتله، خليني بس اسالك، عندك كتله يمكن بيها انك لو عاوز يبقى فيه انتخابات تنافسيه كان يمكن انك تساعد البعض في انه يجمع التوكيلات او التزكيات الملائمه، لانه ما يحتاجش حتى لل 25 الف توقيع اللي عايزين مجهود كبير من 15 محافظه بحد ادنى 1000 من كل محافظه. ليه ما عملتوش كده؟ بالفعل ولو حضرتك رجعت البيان الاول اللي اصدرناه وقت فتح باب الترشيح هتلاقي التكتل كان موقفه واضح، وقال ان هو سيمنح المرشح الجاد الفرصة لخوض الانتخابات الرئاسية. عندما يكون مرشح جاد متسق مع أفكار التكتل ومبادئه ومع خطه السياسي كان سيعطي التكتل لهذا المرشح التزكيات المناسبة، ولكن كل من طرح اسمه من بين المرشحين لم يحصل على أي توكيلات أو تفويضات بخوض الانتخابات الرئاسية، وكان كل يوم بيحدث مستجدات على الساحة السياسية، وكان أملنا أن يكون هناك انتخابات تنافسية حقيقية. ما أنت كان ممكن تساعد في ده. ما أنا خليني أضعك في موقف المساءلة وأقول لك كان عندك ناس ربما يقتربوا من أفكارك، مثلا كان عندك خالد علي، كان عندك يعني ربما يبتعد عن أفكارك ولكن يقدم نفسه على أنه خصم محمد أنور السادات. يعني الأستاذ خالد علي له كل التقدير والاحترام، هو ما طلبش توكيلات من تكتل 25-30، واختار ان هو يجمع التوكيلات الشعبية وتكون هي مدخله للانتخابات الرئاسية. بس انت لو كنت مهموما بالتنافسية، خلينا نضع الجميع في موقع المسألة يا جماعة، لو كنتم مهمومين بالتنافسية انت مش هتستنى انه هتقول يا جماعة احنا عايزين نثري الحياة السياسية ولابد ان ندفع بمرشح منافس، تعالوا نشوف الكتلة بتاعتنا اللي هي يعني تضمن 20 توقيعا تزكية، وبالتالي هنا خلاص انت تدي ضمانة لاي حد انه يدخل انتخابات تنافسية. لماذا انت فعله زي؟ اسمح لي يا استاذ وائل، اتفضل. تكتل 25-30 لن يجبر شخصيات بعينها على خوض الانتخابات الرئاسية، ولكن المرشح الذي يجد في نفسه والجدية لخوض الانتخابات الرئاسية ويصيغ، كان عليه أن يصيغ برنامجا محددا، عندما نرى هذا البرنامج وعندما نرى ونلمح جدية المرشح وأن ليس هناك عقبات في طريقه كنا بالتأكيد سنمنح هذه التزكيات. احنا دعينا للمشاركة في العملية الانتخابية في البيان الاول، ودعينا لكل من يرى في نفسه انه مرشحا جادا صاحب برنامج واضح ومحدد الى المشاركة، ولكن كانت تحدث كل يوم مستجدات جديدة على الساحة السياسية. انتهى الامر الى ما انتهى اليه. يعني بص اسمح لي، واحنا يعني اصدقاء وربما نقترب في بعض الافكار، انتم ساهمتم في ذلك، كتله تصويتيه داخل مجلس النواب تسمح بولاده مرشح رئاسي، ما عملتوش كده. سؤال اسالك انا، ارد عليك السؤال، هو هل احنا هنجيب مرشح لم ينتوي الترشيح ونجبره على الترشح؟ لا مش هتجبره. في بعض الذين وضعوا قدما هنا وقدما هناك، يعني قدم مع التردد وقدم مع الحسم، كان محتاج انه لو اتقال له كده في 20 صوت معاك اهو في مجلس النواب، لانه العائق الوحيد اللي كان امام الجميع هو كيف يمكن ان يجمع. في ناس كانت خايفه من هذا الاختبار. اعتقد ان انسحاب احد المرشحين وهو الاستاذ خالد علي كان لأسباب طرحها في بيان صادر عنه، وكان مفادها أن المناخ السياسي والإجراءات التي تمت من وجهة نظره هي ما دعته للانسحاب من السباق الرئاسي، وهذا يخص المرشح الأستاذ خالد علي. أما بالنسبة لباقي المرشحين فلم تكن هناك خطوات
قانونيه كامله تمت والله تبحثوا يا استاذ احمد. يعني خليني يعني اقول لك انا مندهش من سلبيه 25 30 في هذه يا فندم. يا انت كان يمكن ان تضغط وانت اللي يعني تنزل الساحه بنفسك وتشوف كيف يمكن يا جماعه ان احنا اصواتنا دي ما تضيعش. يعني احنا كتله تضمن 20 تزكيه. كلنا بقى نتحمل مسؤوليتنا قدام الشعب المصري ونقول الاسباب الحقيقيه لعدم وجود انتخابات تنافسيه حقيقيه. عدم وجود انتخابات تنافسيه حقيقيه ده مرده المناخ السياسي اللي بتعيشه مصر، وليست الاختيارات الشخصيه ولا اختيارات تكتل 25 30 او غيره ليه مرشح بعينه. بس المناخ السياسي كلنا مسؤولين عنه كمان يا استاذ احمد. يعني هنا اجراء انتخابات رئاسيه تنافسيه اكيد الاجابه لازم تكون عندنا كلنا، كل سلطات الدوله وكل المعنيين بالشان السياسي مسؤولون عن هذا المناخ. طيب ولابد يتوفر المناخ الديمقراطي قبل الانتخابات التنافسيه الديمقراطيه. انتوا هتصدروا بيانا غدا مع ان البيان جاء متاخرا بعد ان اغلقت ابواب الهيئه العليا للانتخابات، ويعني البيان جاء متاخرا عن يعني عن موقف التكتل السياسي ورصد لما حدث من احداث وموقفنا منها وتعليق على المشهد السياسي بشكل كامل. انا حاسس ان انتوا اخترتوا ان انتوا تتفرجوا على المشهد من بعيد. لم نشاهد المشهد من بعيد، ولكننا كنا نتابع كل المستجدات. لكن انا بتكلم علشان اكد على معنى واحد النهارده، وبكره البيان هيكون عند حضرتك وعند كل الاعلاميين. هننتظره مع ان انا واثق انه لا يثير انتباه الكثيرين الان، لان خلاص. طب خلينا ناكد على المعلومه الدقيقه. المهندس موسى لم يحصل على توكيلات من 25 30، ولا اي مرشح اخر حصل على توكيلات من 25 30. ما 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 فيش عضو، يعني الجميع ملتزم. ما 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 فيش عضو كده. ومن يخالف قرار التكتل سيكون اكيد هيكون للتكتل موقف معاه، ولكن ده لم يحدث. طيب ده هيتضح، وهننتظر بيانكم غدا ان شاء الله، ونحاول نشوف نناقشه. بشكرك استاذ احمد الشرقاوي، الف شكر. مهندس مصطفى موسى، وانا بتكلم كمان عن يعني واحنا بنشوف، احنا اتكلمنا في معظم الاسئله المتعلقه باللي أثير خلال الساعات القليلة الماضية. هنا كمان البعض بيحاول أنه يحملك جزءا من المسؤولية في موقعة الجمل كمان، يعني عشان بس أقول لك كل كمان في موقعة حمار مثلا، وأنه أحد مهندسي موقعة الجمل، يعني ده ما يتم استخدامه الآن في موقع الإخوان تحديدا. يعني والله حاجة عظيمة جدا. يعني ده احنا عندنا يعني دون امور كثيره جدا فوق الواقع. يعني ايه موقعات الجمل، وايه الدور ده، وايه دوري في هذا الكلام؟ كلام فارغ طبعا، يعني ما اعرفش مين بيصير الكلام. وهنا انا متذكر في احنا لسه هنجيب، هنحاول نجيب الفيديو اللي بيتكلم فيه الدكتور محمد البلتاجي، اللي كان بيتكلم على ان ده خلال ده هنا بقى مختلف على منصه رابعه يعني. وبيقول موسى مصطفى موسى هو اللي بيحشد الناس وبيجمع الناس في ميدان التحرير. يعني علاقتك بالإخوان كانت شكلها إيه في التوقيت ده؟ لا، علاقة سيئة جدا طبعا. إحنا ما كانش في بيننا من بعض أي أعمار في أي شيء خالص إطلاقا. إحنا كنا مع كل الشباب اللي كانوا موجودين، وكنا في الميدان متواصلين يعني بنعمل دورنا الوطني. كنا ضد موقف رئيس مرسي، وطبعا ده وضع كان بيصير يعني كان يخليهم على عداوه مننا كبيره جدا يعني. وحاولوا في مراحل معينه يتدخلوا عشان يجذبونا ليهم ويعرضوا علينا حقائب وزاريه، وحاولوا يعملوا حاجات كتيره جدا. يعني عرضوا عليك حقائب وزاريه؟ اخد دكتور محمد بلتاجي، دكتور اخوه، يعني اخوه الكبير، اخو الدكتور محمد بلتاجي. وراجل جانا واتكلم معانا وقال لنا نديكم حاجتين او ثلاثه بس، طلعوا الناس من الميدان
وخدوا دور ايجابي بالنسبه لهذه المرحله، لان الوضع مش مظبوط، وده كان فكرهم يعني. طبعا احنا رفضنا الكلام ده كله، وبعد كده اخوه طلع في رابع الادويه وهاجمني انا شخصيا، ويمكن لو عندي سيادتك الفيديو هتشوف هو كان بيقول ايه يعني. هنطلعه. طيب في ال وان كان ده هنا الانتخابات بتبقى، عشان نكمل كل الاسئله، البعض هيقول انه اللي بيستعد للانتخابات ده مهندس موسى بيبقى واضح للناس قوي انه بيستعد، وواضح انه له وجود في الشارع، وواضح انه عنده حتى مثلا اعضاء في مجلس النواب يعني، وواضح انه يعني هنا حزبه منتشر وموجود على الساحه يعني. لكن يمكن البعض انه يقول طيب يعني لا وجود لحزب الغد في الساحه، ولا وجود للمهندس موسى مصطفى موسى، كان منزويا ومختفيا خلال السنوات الماضيه يعني، فجاه طفى على السطح كمرشح رئاسي، اين كنت؟ لا انا كنت موجود بعمق وتمكن، وكنا في كل حته في مصر، امانه توسعات كبيره جدا، الحزب النهارده حجمه كبير، فوق ال 45,000 عضو فيه، موجودين في محافظات، معظم محافظات مصر، عملنا تكتلات مع القبائل العربيه موجوده معانا، فاحنا لينا تواجد على ارض الواقع فعلا. انت عندك مقرات في المحافظات؟ كل محافظات، احنا عندنا مقرات القبائل العربيه مع مقرات حزب الغد مع مقرات النقابه العامه للفلاحين، اللي في توافق بيننا في هذه التبادلات تتعدى 400 مقر، وموجودين في كل المحافظات، وده دور مهم جدا ان احنا كلنا بنستعمل هذه العلاقه مع بعض ومستمر مع بعض. فيعني حزب الغد النهارده من الاحزاب اللي ليها دور مهم جدا ونشيطه جدا وليها افكار كبيره، وما هياش مختفيه زي احزاب كتيره، لا احنا بنقود مواقف كتيره، مجالس المصريه المحليات، الاحزاب المشتركه معانا، ناس كتيره جدا. فحزب الغد لا عمل واشتغل، يمكن الميديا مش مدينا حقنا، قد يكون هذا الكلام ما حدش كان بيبرز دورنا، لا انه الناس مش حاسه اصلا ان في احزاب يعني، الحقيقه ما بوجهلكش انت ده بس يعني، وده حقيقه في يعني شعور يعني عند الناس انه مفيش احزاب، مش حلومك انت فقط يعني، لا دي حقيقه فعلا. لكن احنا انا عايز اقول لك ان لو احنا دخلنا بنقارن هذه المقارنه، لا حزب الغد من الاحزاب اللي تعدى الصوابع الاولانيه، اللي هو كان ليهم دور مهم جدا في كل المواقف دي كلها. فحزب الغد يعني لما تعمل بحث فيه اكتر هتجد ان فعلا دورنا له وضع مهم جدا، وعملنا افكار تنمويه وطرحنا مشروعات مهمه جدا، وطرحنا مشروعات اللي هي الناس بتتكلم فيها النهارده، الثوب الزراعيه والزهير الصحراوي وكل المشروعات دي احنا اللي عاملينها ودرسنا وعملنا هذه الارقام وطرحناها للدوله. فيعني احنا يعني ما كناش قاعدين نايمين، ولذلك احنا لما وجدنا ان الفرصه تتاح لينا ان احنا ننزل ونعمل دور مهم جدا في الفتره الجايه في الانتخابات، تقدمنا هذه المرحله، لان احنا عارفين الدراسات اللي احنا عاملينها وعارفين الامكانيات الموجوده عندنا، والناس هتحس بيها لما نطرحها ان شاء الله. طيب انت يعني في كل الاحوال، انا عايز اقول لك مع كل اللي احنا بنتكلمه ده، لكن يعني ربما واحنا جماعه يعني اللي عنده اسئله موضوعيه يمكن ان ننتظر تساؤلاتكم على الهاتف بموضوعيه شديده، اللي عنده اسئله عايز تساؤلات للمهندس موسى وهو هيبقى معانا على الهواء وهيرد عليها برحابه صدر على التليفونات اللي موجوده على الشاشه، احنا نتلقى اتصالاتكم يعني. بس هنا البعض ممكن يقول مع المتاعب الاقتصاديه اللي تحملها الناس بسبب ان الحكومه بتنتهج منهجا اقتصاديا معينا، والرئيس السيسي نفسه بيرفع شعار انه سيطبق هذه الاجراءات التي لم تطبق طيله السنوات الماضيه حتى لو كان ذلك على حساب شعبيتي، لكن بعض ممكن يقول في كل الاحوال شعبيه الرئيس السيسي ما زالت كبيره، واي مرشح هينزل بلا يعني زخم كبير يعني لازم يبقى معاه زخم كبير قوي، فالحقيقه يعني حظه في النجاح يكاد يكون معدوما يعني، وفرصته حتى في التعبير عن نفسه يعني الناس ربما لا تتعامل معاه بجديه. هل انت بتقول الناس تعاملوا معي بجدية؟ لأن قطاع كبير من الناس ممكن لا يتعامل معك بجدية ويقول موسى مصطفى موسى هو مرشح شكلي ديكوري فقط. لا أنا بقول الكلام ده مش وارد بالنسبة لنا، أنا بقول إن احنا مرشحين بجدية ولينا دور هنعمله، وأعتقد إن لما ناخد فرصتنا ونطرح الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها
الناس هتحس بهذا الكلام وتحس بهذا الدور اللي احنا عايزين نقوم بيه. فاحنا التواجد بتاعنا ما هوش تواجد شكلي، ما هوش تواجد بندعي فيه. احنا بنقول ان احنا عندنا فكر كويس وعندنا حاجات مطروحه كويسه جدا، وتدي الفرصه للشباب ان هم يغيروا نمط الحياه بتاعهم والدخول بتاعتهم، وده لما هنطرحه هيبان. ولكن هل بقى الناس بتتقبل هذا الكلام، او المرشح يشوف هذا الكلام باسلوب معين، او يشوف ان احنا بنتكلم في اطار غير ملموس، يبقى حقه ان هو يقول لا او اه بالنسبه لنا. لكن احنا نسعى ان الناخب المصري يدينا صوته، لان احنا هندي عندنا دور نعمله مهم جدا هيغير من النمط الطبيعي اللي احنا عايشين فيه حاليا. طبعا عشان يعني وانا معاك على الشير بصر الاقي فيه ناس قاعده بتبعت لي اللي هي صور القضايا والحاجات اللي هي، وحتى يعني البعض قاعد بينشرها. يعني انت بتقول اللي عنده حكم ضدي، او اللي عنده حتى بعض القضايا اللي هي، لانه ممكن البعض يقولك انها يعني ممكن تقول الدخول في قضايا في المحاكم كتير يعني يمكن ان يخلي الشخصيه يعني حسن توافر شرط حسن السمعه يعني. فانت بتقول ما عنديش هذه الارقام اللي بيتم تداولها ليست صحيحه يعني. لا انا قلت لك انت اتكلمت على شركه زيروكس والماكينه التصوير، ولا اتكلمت على حاجه ثانيه؟ لا انا قلت لك على هي، هو ما حدش بيقول دي قضيه متعلقه بكذا. هو بيقول زي ما بقول لك قضيه 1095 لسنه 89 قصر النيل التهمه شيك. قضيه يعني بهذا الشكل، يعني في قضايا بيتم تناثرها بهذا الشكل. قضيه 7939 لسنه 2007 جنح حلوان الحكم سنه سجن وتاريخ الجلسه 20/6/2007 والتهمه شيك. ده كلام دي فهد. دي قضايا يعني ما بيقولوش احكام. لا يعني معلش انا برضه استاذ وائل، عشان ايه انت بتتكلم على الهوا وبتشرح موضوع غير سوي بالنسبه لي انا. انا ما تقول لي حاجه في حلوان اقول لك فين الحلوان دي، اديني بياناتها. يعني ايه القضايا دي؟ مين المغرض اللي بيبعت لك هذا الكلام؟ احب اوضح. يعني انت ما كانش عندك اي قضايا ولا اعرف حلوان دي فين حتى. يعني ده كلام. انا قلت لك العلاقه اللي بيتكلم فيها كان شركه زيروكس عملت غش تجاري وعملنا شكوى فيها، بس دي القضيه وامتنعنا عن السداد القسط اللي كان بيننا وبينهم لغايه لما غيروا المكنه ديت وسوينا هذه العمليه. ده العلاقه اللي بتتكلم. لكن حلوان ده فين؟ عند ال طيب يا جماعه اللي عنده في تفصيل حكم نهائي او حتى يعني ليس نهائيا، اللي فيه حكم صادر ضد المهندس موسى مصطفى موسى، فيجيب المستندات المتعلقه بيه. لان الناس وانا قاعد على الهواء بيبعتوا لي صور وارقام لقضايا مختلفه يعني. وحاجه اسمها جنحه ضد موسى، ما هو في حد ما كل الناس ضدها، هتلاقي في جنحه، في واحد ممكن يرفع ضدنا سب وقاص. هي مش حكايه حد عامل بلاغ او حد، لا في حكم صدر ضد المهندس موسى ولا لا؟ مفيش احكام صدرت ضده. يا ريت يبقى في احكام نكشف عليها ونشوفها. يعني دي مصلحه ليا ان سيادتك بتديني بيانات مغرضه من ناس معينه. يعني اللي بيكتب هذا الكلام ده نمره واحد، هو بيهاجمني انا عشان رئيس سيسي، ولا بيبعت الكلام ده لاي هدف؟ نفهم. جايز يكون الكلام ده انا ما اعرفش حاجه عن حلوان دي. يعني اللي بيكتب دوت يدينا بيانات. لا خلي بالك الهجوم عليك في اعتقاد ان البعض بيحاول ياخده لانه هجوم على الدوله عموما، يعني انه الدوله جاءت بمرشح او اجهزه الدوله جاءت بمرشح عشان تجعل المنافسه. لا مش انا معلش، مع احترامي لاي حد عنده هذا الفكر، انا لا اقبل هذا الكلام، ولا حد بيجيبني كمرشح عشان ابقى شكلا وموضوعا. انا دخلت في الترشح دوت وعندي الدراسات وعندي الامكانيات ان انا اطرح حاجه محترمه فعلا. اما الشخص اللي عايز يعمل حاجه مغرضه ضد الدوله وضد خلافه يدينا بيانات عشان يحكي، او يقدمها. لان خلي بالك ان اي حد هيقدم في وقت اي حد هيقدم الطعون ضدك يقدمها، مش في طعون بعد بكره ولا بعد يقدمها ويورينا هو شخصيته ازاي ومدى هو المصداقيه اللي عنده. واذا كان ده راجل يعني محطوط عشان يبقى مراوغ للشائعات نشوفها. وجايز يكون في قضايا حقيقيه ما نعرفهاش او معموله ضدنا مش شايفينها، نعرف الواقع ايه والحقيقه هي. لكن واحد بيكتب يقول قضيه في حلوان بكذا طيب يورينا تفاصيل، يورينا اي قضيه دي مش ضد من فلان ضد فلان. طيب قبل ما اسمع بقى يعني في جزء هيبقى متعلق ب
ايه اللي انت هتعمله خاصة يعني انا لقيتك بتتكلم عن رفع المرتبات ل 16000 جنيه يعني مش عارف هتجيب منين؟ لا هي مش كده مش كده؟ طيب قبل ما اسمع ده هاخد بس بعض الاتصالات معانا ايه؟ طب نشوف كده الفيديو اولا نشوف. فاضل فاضل يقود الثورة الثانية موسى مصطفى هؤلاء هم الذين يدعون الآن لقيادة الثورة الثانية فاضل صفوت الشريف وفتح سرور وزكريا عزمي يقوم قيادة الثورة الجديدة هذا لا يليق بمن شارك في هذه الثورة العظيمة طبعا عن ثورة مضادة يعني ده في زينهم يعني ده اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه بس بتقول يا اخوان عرضوا عليك احنا كنا دورنا في الميدان وواقفين ضد الاخوان المسلمين بقوه وضد مورس بقوه وكنا مشغلين الليزر وعاملين حاجات كتيره جدا في الميدان وطبعا هم حاولوا يتفاوضوا معنا واحنا رفضنا هذا التفاوض وبعد كده هاجمنا في رابع ده مش اول مهاجمه وعمل لنا مهاجمتين او ثلاثه في رابع العدويه باسمي انا فده كان نوع من رد الفعل ليهم اعتقادا ان احنا اللي بننزل ميدان ونطلع الميدان وده الناس كلها نازله بنفسها ناس متكاتفه مع بعض ونازله ومش عاجبها اللي بيحصل واحنا كنا موجودين بكثافه طبعا ده ثوره شعب يعني فما هياش حد بيحرك الناس من الناس يعني حد حرق يعني يعني ثوره شعب والجيش استجاب للاراده الشعبيه وتضامن معها بالظبط كده طيب ايمان موسى انت بتتكلم واضح انت شوية يعني أنا لاحظت في كلامك بتتكلم عن المتاعب الاقتصادية عند المواطنين يعني عايز تعزف على هذا الوتر يعني عشان تطرح نفسك للناس يعني هو مش وبتقول أنا هرفع المرتبات ل 16000 جنيه يعني إزاي؟ لا هي اللي أنا طرحته يختلف شوية في الطرح يعني أنا بتكلم إن في حاجات موضوعية موجودة النهاردة في تحت إيدينا لأي مرشح موجود النهارده المفروض يقوم بهذا الدور النهارده أحد هذه الأشياء في عندك 5000 مصنع مغلق هذه المصانع مغلقة ليه؟ لأن يا إما أصحابها هربوا يا إما مسجونين يا والبنوك أخذت حقوقها وقفت هذه المصانع ومقفولة ومغلقة فكان الفكر بتاعنا قلت طب ما 5000 مصنع مغلق لو النهارده عملنا منظومة اللي هي الـ يعني نعمل طرح جديد بطريقة جديدة للأسهم للشباب ونديهم فرصة يبقى في تملك لهذه الأسهم من خلال شراء مكونات الداخلية وليس المبنى ولا الأرض ويفضلوا ملكية البنك لغاية لما يتم السداد فقلنا هذه العملية احنا ممكن نطرح السهم ب 5000 جنيه هذا السهم يسدد على 5 سنين أقساط كل سنة 1000 جنيه للشباب ونديهم تدريب وتثقيف لهذه المصانع فتقدر تشكل في كل مصنع على الأقل مثلا 100000 50000 شاب ليهم أسهم في هذه المصانع ويبتدي يحصل التشغيل ليها باسلوب جديد ولكن الاهم من كده ان احنا نحط منظومه التصدير ودي الحته اللي سيادتك بتسال عليها ان انا قلت ان احنا نجيب مدربين متخصصين يعلموا شبابنا ازاي يشتغلوا انتاج للتصدير فعلا يعني ما تجيش تصدر حته موبيليا غاليه تكلف 10000 جنيه ما حدش يشتريه بره زي ماليزيا والفلبين والهند بيبيعوا ترابيزه السفره بست كراسي ب 100 دولار والناس بتشتريها وده للناس اللي عايزه تعيش عيشه بسيطه فالتصدير لو قدرنا نوصل لهذه المرحله ونوصل لهذا المنطلق ونفتح اسواق افريقيا واسواق تانية خالص هنقدر نوصل منظومه التصدير الى حاجه مهمه جدا هنا بقى بنتكلم على الرقم اللي سيادتك بتقول عليه فانا بقول لو كل مصنع بيقدر يصدر في السنه 10 مليون دولار مثلا وهذا ودي مش ارقام كبيره بالنسبه للتصدير وافريقيا وخلافه في الحاله ديت لو انا باخد بنسب ال الكمية التصديرية أو الرقم التصديري إلى عدد العاملين في هذا المصنع ممكن يوصل مثلا دخل الشاب مثلا إلى 1000 دولار في الشهر حسته من التصدير ف 1000 دولار النهارده تمثل كام؟ تمثل 18000 جنيه زمان ال 1000 دولار دي كانت تمثل كام؟ 7000 جنيه وأنت الكلام اللي أنت بتقوله نظري ده تطبيقه عملي سهل؟ تطبيقه عملي في حالة إن إحنا مررنا الشباب وملكناهم الأسهم وخلاهم وحفزناهم واشتغلنا منظومة تصدير حقيقية لأفريقيا والدول التانية كلها ونافسنا ما الفلبين بتصدر ماليزيا تصدير يعني انتاج مميز وقابل للتصدير فعلا ويبقى فيه تسويق كويس جدا وفي نتحرك في افريقيا مع عندنا شركه النصر موجوده في كل بلد في افريقيا ليها اماكن نستفيد معاهم ونعمل علاقه للشباب
للترويج والتسويق. يعني انت هنا بتستفيد من خلفيتك رجل اعمال اشتغل في التجاره والبيزنس، يعني انك انت عندك افكار متعلقه بال وبتكلم على تعويم الجنيه. يعني انا ما جبتش ما اخترعتش الذره، قلت ال1000 دولار هي ال1000 دولار، فانت بتصدر ب1000 دولار بس كانت مالهم كام؟ 7000 جنيه. ال1000 دولار هي اللي هتصدر بيها بنفس الشيء، هي هتجيبك 18000 جنيه. فالشاب اللي مشغله ب 5000 جنيه وحصته التصديريه في مثلا في الشهر او خلافه كانت 1000 دولار، يبقى عنده دخل حوالي فوق ال 20000 جنيه. اذا نسبناه بالفكر التجاري البحت. فعشان توصل لهذه المنظومه لازم الانتاج يبقى مميز، يبقى الشباب دخلوا في مصانع، مش لازم يشتري الارض ولا المباني. يشتري باسهم، يقسط هذه الاسهم على فتره زمنيه معينه بضمان اسهمه، ويمول لهذا الكلام وياخد مرتباته ويشتغل ويعمل انتاج مميز ونصدر منه. فقيس على هذا الكلام على 5000 مصنع سيادتك، فاحنا بنتكلم على ارقام تشغل 3 4 مليون شاب، ونصدر بمئات الملايين من الدولارات كل سنه. وانت عامل دراسات بدايه، ده مش كلام نظري. لا لا مش نظري، دي حاجات موجوده. لا دي حاجات موجوده على الواقع، على امر الواقع، ومصانع مقفوله. طيب. المرشح يعني بياخد دايما اتجاهين، اتجاه التعبير عن نفسه واتجاه مهاجمه الخصم. يعني في كل الاحوال الرئيس السيسي سيصبح خصما لك في الانتخابات، هل هتاخد المنهجين، التعبير عن نفسك وايضا الهجوم على الخصم وهو الرئيس السيسي؟ لا انا مش شايف اصل الهجوم ده، يعني كلمه كبيره جدا، ان انا بهاجم حد لسوء شغله، لسوء افعاله، لسوء انتاجه، وده ما حصلش الفتره اللي فاتت. احنا شفنا حاجات كثيره تم انجازها. انا بتكلم ان هذه الفتره اللي فاتت الانجازات اللي تمت ديت قد يكون لو حصل لها تعديل معين او اجلنا حكايه تعويم الجنيه او في بعض الاجراءات الاقتصاديه كانت ممكن تدي فرصه افضل كتير جدا في الفتره دي. ده مش معناه ان احنا بنعيب فيما تم من انجازات، ولكن احنا بنقول ممكن نحسن من هذه الانجازات باسلوب جديد وبطريقه جديده تقدر تدي مردود احسن كتير جدا. يعني الفكره مش هجوم قد ما هي تصحيح. يعني هنا مش فكره المعارك الانتخابيه اللي في اذهان الناس ان لازم يبقى فيها ايه يعني تقطيع هدوم. لا 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 خالص، بالعكس احنا بنتكلم على تصحيح مسار، واحنا عارفين الدور اللي قام بيه رئيس السيسي، وده يعني ملحوظ للناس كلها. واللي مش شايف الكلام ده راجل مجحد وراجل ما عندوش المبدا الاقتصادي بغض النظر انتخابات او غير انتخابات. لكن احنا بنتكلم على تصحيح مسار في المرحله اللي جايه يتطلب دور جديد وطلب وضع جديد. وده منهجك اللي انت هتمشي عليه يعني في المنافسه الانتخابيه. استاذ يحيى، هناخد بس بعض الاتصال. استاذ يحيى من القاهره. استاذ يحيى لو استاذ يحيى اتفضل. طيب استاذ معتز من الشرقيه، استاذ معتز اتفضل. استاذ معتز، استاذ محمد من بني سويف، استاذ محمد اتفضل. الو، اهلا بيك استاذ محمد اتفضل. الو استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد انا سامعك. سامعك اتفضل. يا استاذ محمد سامعني؟ سامعك. طيب اتفضل، معاك الاستاذ مهندس موسى، مصطفى موسى، لو عايز توجه له اي اسئله اتفضل. ازاي حضرتك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا اتفضل. ابعد عن التلفزيون وعلى طول اتكلم يا استاذ محمد اتفضل. انا قاعد بقالي ساعه يا استاذ وائل عشان اعرف اكلمك، انا راجل على قد حالي. وده يعني البرنامج مفتوح للجميع واحنا اللي نكلمك، يعني قول لي اتفضل. قول انا سامعك يا استاذ محمد، قول لي استاذ محمد. ربنا يبارك لك يا استاذ وائل، ربنا يبارك. طيب عندك تساؤل؟ طبعا. اتفضل بسرعه. يلا دلوقتي الاستاذ موسى كان بيدعي لان هو انتخابات السيسي ومرشح السيسي الرئيس السيسي، فدلوقتي احنا دلوقتي هنسمع كلامه وننتخب السيسي ولا هننتخب هو؟ طيب ده سؤال انا وجهته له بس هو هيجيبك عليه، اللي هو فكره انه في اذهان الناس انه يبقى في حد عامل حمله للدعايه بشده للرئيس السيسي ثم فجاه الناس تلاقيه منافس ليه. هو ده مواطن ممكن يحس بهذا التناقض يعني. طبعا. يعني انا بس يمكن هو لو كان سامع المرحله الاولانيه اللي انا شرحت فيها الاسباب اللي احنا كنا واقفين وعاملين حمله اسمها مؤيدون
تساند الرئيس السيسي، ولما نزل فريق شفيق عند انسحابه وانسحاب كل المرشحين الاخرين وجدنا ان المنظومه اختلت بالنسبه لنا يعني كفكر. ووجدنا ان النهارده هذه الحمله ما بقتش ليها التاثير بتاعها او ما لهاش الدور بتاعها قصاد منافسين. فدي طبعا نقطه خلتنا نخلي الحمله ديت غير فعاله، وخدنا قرار كهيئه عليا ان احنا ننزل ونقدم المشروعات اللي احنا درسناها واشتغلنا على اساسها. شايف ان المواقف يعني بتتطور وفقا للتطورات السياسيه يعني. وده لو طبيعي. في متغيرات سياسيه طبعا. مش هتسيب موقفك يعني. لا لا. هنا المواقف يمكن ان تتغير. واعتقد ده طبيعي جدا في الفكر السياسي العام يعني. مش طيب دي اجابته يا استاذ محمد. استاذ خالد من القاهره. استاذ خالد اتفضل. الو، اهلا بيك استاذ خالد اتفضل. اهلا بيك يا استاذ وائل. انا خالد سعيد مرشد سياحي. اهلا يعني بيك اتفضل. انا هتكلم من غير يعني بسرعه ومن غير اي بموضوعيه زي حضرتك ما قلت. انا يمين الموضوعيه الشديده اللي انت عايزه. اتفضل. الله يخليك. يعني فرصه ان انا بقول لسياده الرئيس المحتمل او المرشح المحتمل، اولا ان انا اشفق على حضرتك برضو لان انت دلوقتي اصبحت مرمى للهجوم على جميع مواقع التواصل في النقطة دي نظرا لملابسات الترشح والطريقة. وطبعا اعداد رئيس او اعداد مرشح بيستغرق وقتا طويلا في الدول اللي هي تعرف معنى كلمة سياسة. الملابسات التي تمت ودون الاتهامات او اي شيء من هذا القبيل لا تقنعني بان انا صدق حضرتك. انا اسف جدا للصراحة. فكيف تستطيع ان تقنعني وتقنع الشعب المصري بأنك مرشح حقيقي وما هو برنامج حضرتك؟ وقد رصبت قبل ذلك في البرلمان، وأنا مش عايز أتطرق لنواحي أخرى. يعني إزاي تقدر تقنعني حضرتك ده أنا لو تغاضيت كواحد من الجماهير أو إنك أنت مش مجرد ديكور ولا قلت على أحد من اختارك ولا أميان ولا حاجة؟ لا، أنا أكلم حضرتك أنت في هذه المسألة. هذا الترشح الباراشوتي إذا جاز لنا أن نسميه الفجائي بهذه الطريقة لا أعتقد أن الشعب سيقتنع. والشعب أساسا مش عايز يدير ظهره للعملية الانتخابية. هو ممكن يقاطع عامة مش كرها لأحد، لا، هو الرئيس السيسي فرصه كلها متاحة بطريقة أو بأخرى. فانا بقول لحضرتك كيف تستطيع ان تقنعنا وفقط. شكرا يا استاذ وائل. شكرا يا استاذ خالد. هو بيتكلم عن المنهج الباراشوت، يعني وفقا للباراشوت ان فجاه في وقت قليل جدا وجدنا مرشحا. فهو بيقول انا مش مقتنع بكل المبررات اللي انت قلتها لان الوقت كان ضيق جدا، واعداد مرشح ده يعني في كل دول العالم بياخذ وقتا طويلا يعني. احنا موجودين في الساحه السياسيه من 2005 اولا، احنا مش جايين امبارح، لا نمره واحد، وفوتنا بمعارك كتيره جدا ومراحل كتيره جدا وانتخابات ومجالس وكلام. ليه وحزب الغد تاسس سنه كام؟ 2004، اخر 2004. فدورنا السياسي موجود بعيوب مزاياه تواجد. دخلنا في ادوار كتيره جدا، دخلنا انتخابات نيابيه وكان لينا مرشحين ومجلس الشورى وخلافه. فكل الادوار ديت على مدى سنين كان ليها دور وخبره واكتسبناها. دخلنا في المشروعات التنمويه وعملنا الدراسات المتكامله بالنسبه لنا اللي هي طرحناها والطرح وكتير جدا منها بيتكلموا فيها في الدوله. مشروعات الصوب الزراعيه والزراعه الصحراوي، احنا طرحنا هذا الكلام. احنا عاملين صوب زراعيه من حوالي 25 سنه في مشروعات خاصه بيا، وبالتالي احنا لما تجينا طرحنا بارقام وبكل التفاصيل اللي هي تؤهلنا نتكلم في مشروعات تنمويه اللي حولناها بعد كده الى كيفيه العلاقه تتم مع المواطن المصري من خلال الرأسمالية الوطنية. احنا بنبحث عن رأسمالية وطنية في إطار ان الشباب النهاردة لا يتحملوا ثمن الأرض ولا يتحملوا المباني، ونعمل علاقة بين الدولة بين الشباب في هذه العلاقات. نخلي النهاردة الملكية والأصول ملك الدولة، والتشغيل وما محتوى ملك الشباب من خلال أسهم تتداول فيما بينهم. دي اللي هي رأسمالية الوطنية بنتكلم عليها عشان ما نحملش الناس والشباب أرقام أكتر من احتياجاتهم، ولا هياخد مصنع يقطعه ولا هيبيع الأرض ويبيعها بعد كده. فدي مواضيع طبعا من ضمن الاطروحات بتاعتنا. عشان تنفذ هذه المنظومه بدانا زي ما قلت لسيادتك ب 5000 مصنع، لان هم بيطبق عليهم هذا الكلام. ارض ملك الدوله ومباني، فطبع عليه نفس الكلام. بتوصل لمرحله تصدير مهمه جدا. انا ما بخترعش الذره، انا بتكلم في اطار تصنيع وانتاج مميز وتدريب وتثقيف وكيفيه التسويق. يعني انت لم تسقط بباراشوت زي ما بيقول الاستاذ خالد. لا طبعا. المرشد السياحي لا، يعني انت بتقول انا عندي يعني تاريخ سياسي وعملي ايضا في طبعا. العمل الاقتصادي طبعا. استاذ احمد من القاهره،
وبعديه أستاذ مين؟ راشد. أستاذ أحمد اتفضل. مساء الخير يا أستاذ وائل. مساء الخير أستاذ أحمد اتفضل. سلام لحضرتك وللأستاذ أستاذ موسى. مهندس موسى معاك اتفضل. مهندس موسى احنا كنا عايزين نعرف يعني البرنامج اللي هيقوم ويقدمه، لان هو ده اللي بناء عليه هنقدر نشوف نقدر ننتخب ولا لا. وانا بقترح انه هو يعيد هيكلة الوزارات اللي موجودة في الدولة، يعني زي وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، اللي هي تبقى وزارات منتجة تقدر تساعد، لان الفترة اللي جاية ان شاء الله لو بإذن الله يعني سواء السيد الرئيس السيسي او هو، احنا عايزين المرحلة اللي جاية ان احنا ازاي نرخص المواد الغذائية، عايزين نرفه الشعب. احنا تعبنا في الكام سنة اللي فاتت، ولكن املنا ان حتى اللي يجي يبص لعملية الانتاج والهيكلة. استاذ راشد وبعديه استاذ سامح. استاذ راشد اتفضل. اهلا بيك يا استاذ وائل، مساء الفل. اهلا بيك اتفضل. اهلا بيك الله يخليك. كنا عايزين نعرف بالذمة البرنامج بتاع الأستاذ موسى مصطفى موسى. يعني برنامج في العدالة الاجتماعية. أنا عاوز عدالة اجتماعية بين المواطنين جميعا. عدالة اجتماعية. أنت بين المواطنين. شايف أن القضية الأساسية الآن هي قضية العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية بين المواطنين، قلنا فيها عدل يبقى فيه ملك. بشكرك. استاذ سامح اتفضل. استاذ سامح. الو. استاذ سامح اتفضل. ايوه يا فندم مع حضرتك. اتفضل. ايوه يا فندم مع حضرتك. استاذ سامح اتفضل. ايوه يا استاذ وائل، ازيك حضرتك؟ اتفضل. مساء الخير. مساء الخير اتفضل. كنت عايز اسال المرشح بس الاستاذ موسى مصطفى. اتفضل. مع حضرتك يا فندم سامح. اتفضل اسال على طول، اسال يا استاذ سامح احنا سامعينك. كنت عايز اسال المرشح لو في اي صفقه تبادليه رؤيته السياسيه مع الكتله الانتخابيه لجماعه الاخوان، لو عرض عليه صفقه انهم يدوا له صوته في مقابل خروج بعض القيادات اللي ليها في السجون، ايه رده؟ طيب بشكرك، بس ده يعني يقتضي الاجابه النقطه الثانيه، ده هيبقى الجزء الاخير. بس هاخد احمد من القاهره. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. معاك الدكتور احمد خيري، عضو لجنه الخمسين ونائب رئيس حزب الجد سابقا. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور احمد اتفضل. اولا انا بحيي المهندس موسى على وطنيته وعلى ارساء مبدا الديمقراطيه في الدوله وجرأته في الترشح، وانا اعرفه عن قربه، وفعلا له برنامج دايما كان يناقشني فيه وله رؤيه محترمه ومعتبره، واعتقد ان المناخ السياسي ان شاء الله لو تم بشكل ديمقراطي وايا من رئيسين، رغم تأييدي للمشير عبد الفتاح السيسي، انا بقول له خطوه جريئه ومحترمه، وان شاء الله الشعب المصري يشوف البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك وهيدي صوته، ولو ما حصلش نصيب اعتقد ان هيكون في تكامل بينك وبين فخامه الرئيس اللي هينجح. اشكرك. استاذ ابراهيم القاهره اتفضل. استاذ ابراهيم اتفضل. السلام عليكم احمد رفاقي، ازيك يا استاذ وائل؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل. وحياه ربنا، انت كل حلقه بتدينا حاجه احسن من الاول. تمام. الله يخليك. الحلقه الثانيه انا بسأل المرشح اللي معاك، بسأل سؤال، السؤال ايه هو؟ عايز توجه سؤال للاستاذ موسى، المهندس موسى؟ ايوه الله ينور عليك. هل له برنامج انتخابي يعبر عن ذوي الاحتياجات الخاصة؟ طيب، وطبعا عندك حق في إثارة هذه القضية، يعني واعتقد انها قضية بيهتم بها الجميع، يعني حتى يهتم بها الرئيس السيسي ويهتم بها كمرشح ويهتم بها ايضا مهندس موسى مصطفى موسى. شريف من اسكندرية، استاذ شريف اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ وائل. اهلا بيك اتفضل. برحب حضرتك وبرحب بالباشمهندس موسى مصطفى موسى. بيحييك اتفضل. اهلا وسهلا. انا بس كنت حابب اتاكد ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي
طبعا حقق لنا الامن في مصر تمام، وبالنسبه للعشوائيات وبالنسبه للارهاب ومحاربه الارهاب اللي كان بيخرف في مصر الشرطه السريعه في التحسيسي تصدى لكل هذه الاشياء. انا حابب اسال بقى سؤال للدكتور موسى مصطفى موسى، ايه هو دورك لتشغيل الشباب المصري اللي هم قاموا بالثوره اصلا اللي هو عيش حريه عداله اجتماعيه؟ انا كشاب مثلا النهارده اقنعني انا هنزل انتخب سيادتك او حضرتك ليه؟ مع احترامي ليك انت شخص محترم جدا واحنا كلنا بنحبك وبنحب سيادتك السريعه في التحسيسي، ولكن احنا اللي يهمنا الاول والاخر هو مصر. النهارده انا كشاب ايه الدور اللي حضرتك قدمه لي عشان انزل وانتخب حضرتك كشباب مصر؟ انا محتاج كده. طيب هو اتكلم شويه من شويه عن مشروعات شباب بس هنسجلها عندنا. احمد من الدقهليه قبل ما اطلع الفاصل الاخير. استاذ احمد اتفضل. مع حضرتك دكتور احمد عوض الله من المنصوره. اهلا بيك يا دكتور احمد اتفضل. اهلا بحضرتك. الحقيقه حضرتك كنت بتسال عن مقرات حزب الغد وحزب الغد متواجد في الشارع ولا لا. بما اني الامين العام لحزب الغد في الدقهليه حابب اطمن حضرتك وانت بلدياتنا يعني وعارف الدقهليه عامله ازاي. طبعا احنا متواجدين بقوه في الشارع وبقالنا فتره بنخدم في جميع المجالات سواء المجال الصحي مجال التعليم، حتى كنا قدمنا مشروع اللي هو تجديد بحيره المنزله، قدمنا المشروع ده من فتره وكان موسى بيب نفسه قدمه والدوله بدات تشتغل. يعني انتوا بوضوح كده يا دكتور بس عشان نبقى، انتوا حزب حقيقي موجود في الشارع ولا حزب كرتوني؟ موجود على الارض لخدمه الشعب المصري مش لخدمة أي أهداف تانية، إحنا متواجدين في وسط الناس. طيب، بشكرك. محمد من الجيزة، أستاذ محمد اتفضل. أهلاً وسهلاً، إزيك يا أستاذ وائل؟ أهلاً بيك أستاذ محمد اتفضل. برحب بالمهندس مصطفى موسى وكنت عايز أسأله سؤال صريح ومباشر. اتفضل. إحنا عارفين إن حزب الغد ده كان بيرأسه أيمن نور. ألو؟ اتفضل. وأيمن نور ده اخواني صريح وبره مصر، احنا ايش عرفنا ان الكتله الاسلاميه المتشدده زي كتله الاخوان هي اللي مش بتدعمه دعم مباشر بتمويل من قطر؟ وهل البلد في الفتره اللي احنا فيها بعد الانجاز والمشاريع الكبيره اللي معموله بعد السيسي محتمله ان احنا نخش في الصراع ده وانت عارف ان المصريين كتلة ومحدش هينزل الانتخابات وبالتالي نلاقي الباشمهندس نجح والبلد رجعت للاخوان تاني ونلاقي مرسي قاعد في وسطينا تاني تبقى مصيبه سودة. طيب يعني انت ما عندك مخاوف ان يكون يعني له علاقه بالخلايا النائمه او هو نفسه خليه نائمه يعني مع الاخوان؟ طيب استاذه كريمه من القاهره اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير اتفضلي. انا واحد بحييك وحيي ضيفك العزيز. اهلا وسهلا اتفضلي يا استاذه كريمه. اهلا بيك. أنا المهندس موسى أعرفه من 2011، شخصية كتير محترمة، إنسان مش محتاج لمال سياسي عشان يدخل الانتخابات، شخصية وقفت معانا كتير في الميدان أيام الإخوان، من الناس اللي دفعت أموال طائلة وكنا متهددين أيامها من الإخوان وكانوا مهددينا في الحزب وكنا بنبقى مرعوبين ومستر موسى واقف معانا، إحنا الشباب اللي حاربنا الإخوان وهو كان معانا. فمحدش يشكك ان هو ممكن يكون خلايا نايمه يا جماعه، شخصيه محترمه زيه شيء كويس جدا، كونه انه ينزل انتخابات، كونه ان هو يعني عرض نفسه للكلام ده كله والهجمات دي كلها. مستر موسى هو كان ممكن يريح دماغه يعني يقول لك انا كده كده هتهاجم وتشتم انتخابات في الوقت ده، هو انسان وطني بيحب مصر بالفعل، راجل مش عايز يتقال علينا اي كلمه، احنا مش دولة ديكتاتورية احنا دولة ديمقراطية. طيب وبالنادي بالديمقراطية. بشكرك. استاذة فريدة من القاهرة اتفضلي يا فندم. احنا مش دولة ديكتاتورية. استاذة فريدة نوطي التلفزيون بس. حاضر. معايا؟ استاذة فريدة اتفضلي. استاذة فريدة اتفضل انا سامعك اتفضل. الو مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضلي يا فندم. انا بسال بس الباشمهندس دور المراه بالنسبه له هيكون ايه؟ الشباب طبعا احنا عارفين دورهم، هو اتكلم قبل كده عنه،
لكن يعني احنا يعني ستات في هنا الحمد لله احنا لنا دور مهم جدا في مصر. تاني كل حاجة نفسي اسأله هو الغد، احنا ما سمعناهوش من يوم ما ايمن نور مشي، ما سمعناش حاجة عنهم خالص يعني. فهو هل انه الغد يعني ملتصق من زمان باسم الدكتور ايمن نور يعني. مختفي يا استاذ وائل، فهو يعني مش هيسهر مرة واحدة يقول انا متابع الغد يعني. احنا كان نفسنا ينزل قبل كده المجموعة بتاعته، الحملة بتاعته، كانت على الاقل عرفت الناس مين هو، مين هما، مين هو الغد يعني. احنا طيب ما نعرفش حاجة عنهم. بشكرك استاذة فريدة، لازم هطلع الفاصل الاخير وبعدها هنشوف اجابات المهندس موسى مصطفى موسى، وايضا هنلخص كل الاسئلة اللي اثيرت خلال الساعات القليلة الماضية منذ أن أعلن نجاحه في جمع سواء التزكيات 20 نائبا في مجلس النواب أو ما يفوق 25,000 توكيل من المواطنين في 15 محافظة. نكمل بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. مهندس موسى مصطفى موسى الذي نجح في استيفاء كل الأوراق القانونية المطلوبة منه لكي يضمن ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهننتظر حتى الإعلان الرسمي لأن بيبقى فيه أيام متعلقة بالطعون. اللي عنده بقى يا جماعة أي طعن متعلق بأحكام قضائية بيتكلم عنها، هو المهندس موسى أجاب على القضايا، في أرقام قضايا بيتم رميها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أجاب، قال لو حد عنده حكم صدر ضدي يجيبهولي يعني. كمان المؤهل العالي، وهنبقى نلخص لكم كل هذه الأسئلة في نهاية الحلقة. التويتة بتاع الدكتور محمد برادعي فهمتها يعني، هو قال أطيب التمنيات للمهندس موسى مصطفى موسى في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة، والله الموفق والمستعان. خدتها على إنها جدة ولا تهكم؟ يعني هي أنا مش فاهمها. هي تتحمل الاتنين حقيقة، تتحمل الفكر إن هو يعني ضد الموقف الحالي مع الدولة فبيشجع فيا، وأظن ده كلام ما هوش وارد فعلا، إن أنا ماليش علاقة بيه وما فيش حاجة تخليه يشجعني ويقف معايا هذا الموقف إلا لو كان ضد الدولة ويفكر التفكير معكوس. لكن يعني اذا كان يقصد هذا الكلام باحساس مظبوط فانا بشكره، اما اذا كان الكلام كله فيه تهكم بشكره برضه. انه يبقى مشغول بتويتة عنك يعني. بالظبط يعني كتر خيره يعني، راجل له ادوار سياسيه عالميه. لانه هو قبلها كان عامل تويت عن الدكتور السيد بدوي بفكره المرشح الكومبارس يعني. والله طب كويس ما قالش كده عليا. بس هو لا هو معاك، هو قال ده. انا مش فاهم هل هي جديه ولا تهكم يعني. لا انا خد على جديه بقى. طيب. اللي بيسالوك على ان الاخوان يعني بيقولوا اصلا ايه اللي يضمن، لانه هنا مثلا الاخوان كان في بعض المرشحين ممكن يرموا عليهم اصوات يعني، لكن هم لا يعني حملات الاخوان الان بتهاجمك في سياق الهجوم على الرئيس السيسي يعني. وبتعتبر ما يحدث تمثيليه ومسرحيه تم اعدادها بهذا الشكل. طب كويس يعني مش هدوني اصواتهم. يعني انا وده انا مش عايز اصواتهم. ما جايز تفاجئ يقول لك طب اما نجيب موسى مصطفى موسى فيرموا عليك اصوات. لا يعني دي بقى نقطه مش هنعرف نفرزها، لكن عرفنا نفرزها هنستبعده. تاكد يعني انا موقفي مع الاخوان واضح تماما، لا تراجع فيه ولا مقايله فيه ولا اي دور يعملوه معايا انا اكون سعيد بيه اطلاقا يعني. انا قمت بادواري واضحه تماما، وانت عرضت دلوقتي حتى الهجوم اللي حصل عليا في ربع العدويه منهم، وده موضوع يعني من الدور اللي احنا قمنا بيه في وجود رئيس سيسي، واحنا كنا في نادي التحرير وكنا بنهاجمه بالليزر وبنعمل كل اللي عملناه. طيب اللي هيظل مش مصدق ان المهندس موسى مصطفى موسى مرشح رئاسي جاد، تقول له ايه؟ اقول له اولا خلي حكمك بعد ما تشوف الاطروحات اللي هنعملها. احنا النهارده بنتكلم على المواطن المصري وتغيير النمط الحياتي بتاعه ورفع مستوى المعيشة. احنا بنشوف الشباب بيصعبوا علينا لما بنشوفهم قاعدين على قهاوي مش عارفين يوصلوا بيوتهم يزوروا اهاليهم. النهارده الشباب دوت الولد اللي قاعد على القهوه ده
احنا بنتوقع له لو اشتغل واخذ الاسهم وتعامل بالطريقه ديت يوصل دخله فوق ال 10 15000 جنيه وده ما هواش سحر. انت بتتكلم بجد اصلا؟ اه لا بتكلم بجد. الناس لو سمعتها كده لا يعني لا انا هقول لسيادتك حاجه واحده بس. انا انا اتكلمت على ايه؟ قلت الدولار هو الدولار. انا اتكلمت على تعويم الجنيه. فالدولار النهارده اللي كان ب 7 جنيه النهارده كان ب 18 جنيه. فاحنا اذا اشتغلنا ونجحنا في التصدير بنفس الدولار هو هو من غير ما نغير الاسعار بقى دخلك 3 اضعاف اللي كان قبل كده. فالعمليه دي حسابيه بسيطه جدا يعني. بسرعه الشيخ سامح عبد الحميد الداعيه السلفي الشهير. شيخ سامح اهلا بيك اتفضل. اهلا استاذ وائل ازي الحال؟ اهلا بيك شيخ سامح اتفضل. دلوقتي لما حضرتك وجهت له سؤال ان هو المرشح الرئاسي لازم ينتقد الفتره السابقه والا ما كانش ترشح، فهو تفاجأنا ان المهندس بيشكر في الفتره الماضيه وبيشكر في المجهودات الحاليه بالنظام الحالي. طيب اذا لماذا تترشح؟ فهو لازم اذا كان الترشح حقيقي ان هو يذكر السلبيات بتاع المرحله السابقه وازاي هو هيتلافاها ويكون صريح معانا، انما هو كده اثبت بصراحه ان هو بيعضد النظام الحالي ويعضد ما فيه ويشكر ويثني عليه. طيب حضرتك مترشح ليه؟ طيب وده نفس السؤال هو هيجاوبك اهو بس بعته لي كمان استاذ سيد من الشرقيه وبيقول هو هيطلع يقول الرئيس السيسي نجح في كل حاجه بس انتخبوني انا. هو ما قالش ليه ايه الحاجات اللي اخطا فيها الرئيس السيسي. يعني الناس عايزه تشعر انه انت بتتعامل بنديه، يعني هجومك على خصمك في الانتخابات ما هي الاخطاء التي وقع فيها، لماذا تمتدح الرئيس السيسي؟ يعني لا انا بتكلم في اطار احنا لامسينه وشايفينه بنفسنا، واللي بيتكلم لامسه بنفسه هذا الشخص اللي بيتكلم او غيره في مرحله معينه مش قادر يدفع مصاريف مدارس اولاده، مش قادر يجيب الاكل كان بيجيبه في البيت بتاعه في الوقت معين. لو كان بيجيب كيلو لحم النهارده بيجيب ربع كيلو لحم، فهو شايف الغلاء موجود ازاي وما كانش فيه المعادله المضاده اللي تعمل توازن لهذا الكلام. فده اللي احنا بنتكلم فيه، بنتكلم ازاي نرجع النمط الحياتي يختلف وندي فرصه للناس يبقى عندها دخول اعلى. احنا مش هنخترع الذره، لكن زي ما قلت حضرتك يعني مثال بسيط جدا. لا يعني هنا مفيش تناقض تاني وتالت سؤال اللي بقوله يعني. وفي على فكره كمان في انتخابات كثيره فيها اعداد من المرشحين، يعني هي الناس تقول لك ايه يعني مفيش تناقض هنا بين انك تمتدح الرئيس السيسي وانك تخوض ضده الانتخابات؟ لا اطلاقا. انا الامتداح دوت في مرحله انماء ومرحله تمت وحصل فيها انجازات ويقدر ويقيم على هذا الانجاز فعلا. ده مش معناه ان هو عمل فشل في هذا الموضوع، هو لكن استكمال الموضوعات دي تتطلب اوقات كثيره جدا، وقد يكون كان مطلوب تعديلات معينه ناجل حاجه ونحط حاجه مكان حاجه عشان تعمل توازن ونرفع من دخل الشباب ونديهم امكانيات وندي الناس فرصه دخول عاليه. النهارده الناس بتشتكي من ايه؟ من الغلاء وعدم وجود الماليات في ايديهم، وده الكلام اللي هو اللي انا بلوم فيه ان في اليات تحت ايدين الدوله كانت تقدر تنفذها فورا وتغير النمط الحياتي تماما، وده اللي احنا بنقول بنطرحه عشان نشتغل بيه ونغير النظام دوت. احنا عايزين الناس النهارده يخش لها دخل عالي، انت مش عايز حد ياخد مرتب اقل من 5000 جنيه وهيجي ازاي؟ يعني انت تركيزك في مرتبات ودخول المواطنين يعني، لكن الغلاء بقى وارتفاع اهم قضيه عند الناس، الغلاء وارتفاع الاسعار. انا بتكلم في الراسماليه الوطنيه، بتكلم في هذه العلاقه ازاي تتم. اذا انا النهارده مكنت الناس تبقى عندها ملكيه وعندها دخول عاليه من غير ما تستثمر استثمارات كبيره او تتورط فيها، فده هيحسن الدخول بتاعته. يعني زي ما بقول لسيادتك الشاب اللي هيخش له دخل النهارده 1000 دولار ودخله ده اصبح النهارده 18000 جنيه، ال 18000 جنيه ده ما هيروح يدي لوالده 10000 منهم يصرف على اخواته البنات ويغير حياته ويغير الدخل بتاع عيلته. فاذا النهارده الوضع دوت انا اعتقد ان هو اذا تم تنفيذه بالاسلوب العلمي والعملي هيغير حاجات كتيره جدا. طيب خليني الخص معاك كل الاسئله، يعني ده يعني ربما بانت فيها يعني افكارك يعني. نلخص تاني كل ما اثرناه وكل ما اثير عن المهندس موسى مصطفى موسى يعني باسلوب البينج بونج، يعني نشوف الواحد المؤهل العالي. انت بتقول اللي عنده ما يثبت ان انا ما حصلتش على مؤهل عالي يطلعه. انا ده مش ده خارج اطار المناقشه يعني. النهارده مؤهل العالي بتاعي كانت الهيئه العليا للانتخابات
مش حت هنا حت كانت هتشير لدايا طبعا، وانا عندي مؤهل عالي وله معادلته لكل وضعه وتوثيقاته كلها ومتسلم رسمي والاصول عند الهيئه الوطنيه. الهيئه الوطنيه دي يعني مثلا اشخاص قليلين كبار القضاء والناس الموجوده، فكل اوراقنا سليمه وقبل المراجعه ومطروحه قدامهم. طيب انما معهد فني في الجزائر، حتى انت اثناء سنوات والدك في الجزائر لا يمكن ان ايمن نور كان شغال عامل في المصنع ده، ده راجل عايش في وهم فني. احنا عندنا قال الشهاده عنده. انا عايز اقول لسيادتك حاجه، انا سمعت الدكتور ايمن نور بيقول الشهاده عندي بس ما اتحداه قدام سيادتك، ولو هو راجل وبيتكلم زي راجل محترم يزرها قدامنا هنا، ما تكونش مزوره برضه، ما هو التزوير عنده دي عاده يعني. لا ما هو لو في معهد فني صناعي في الجزائر نكشف عليها ونشوفها. طبعا يا ريت. ده طبعا كلام غير وارد وغير موجود وغير سوي. طيب اتنين، كل الاحكام القضائيه اللي بيتم تناثرها الان على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي باشكال مكثفه كبيره جدا، الحقوا دي قضايا ضد موسى مصطفى موسى، بتقول لا صحه لها، واللي عنده حكم قضائي اللي عنده حكم يجيبه، واتحداه برضه، واذا كان في حاجه التزامات علينا في اي حاجه نعرفها ايه هي، وإذا كان في فعلا حد مغرض بيتكلم كلام ده سيحاكم ونعرف مين هو، ولا شك مش هنسيبه يعني. يعني انت حتى اللي بيوجه هذه الاتهامات بهذا الشكل ليك؟ طبعا في اجراءات قانونيه تتاخد ورابعه، وده ما فيهوش جدال، لان احنا مش قاعدين ملطشه لاي حد، احنا ناس عندنا دورنا الوطني، احنا ناس عندنا اكبر مصانع في مصر، عندنا اكبر شركات في مصر، عملنا تكوينات ضخمه جدا موجوده وشركاء مع اكبر ناس عندهم امكانيات في مصر، فمش هيجي النهارده حد يزاد عليا ولا ايمن نور ولا غيره. طيب النقطه الثالثه، لا توجد اي اجهزه امنيه او دوائر سياسيه اتصلت بك تعالى علشان تدخل انتخابات الرئاسه، لان احنا مش لاقيين مرشح. لا لم يحدث. عندهم 106 حزب، روح نقلهم منهم شله كده ويدخلوهم، بس مش انا اللي هنزل عشان اعمل ايه؟ عشان لما تيجي تديني صوتك اقول لك لا والنبي حول صوتك على واحد تاني، ولا اعمل ايه يعني؟ ده واحد بيقسم ان اللواء احمد جمال الدين، لانه مستشار وزير الداخليه الاسبق ومستشار للرئيس السيسي الان، هو الذي جلس معك واقنعك بدخول الانتخابات. طيب وانا باقسم بالله العلي العظيم لم ارى اللواء احمد جمال الدين من اكثر من 3 سنين، وهذا الرجل انا بحترمه وبحبه وليس لي علاقه به نهائيا في اي شيء. كلنا نحترمه، شخصيه محترمه يعني. فيعني ده كلام يعني اللي بيقول هذا الكلام، بس يعني حد يبقى عنده الجراءه ويواجه. كلها ادعاءات طبعا. وكمان ما يتعلق بجمع التوقيعات والتوكيلات كلها تمت بشكل سليم، لم تساعدك فيه الاجهزه الامنيه، ما جابتلكش التوكيلات او التوقيعات وقالت لك خد وتفضل يعني الاجهزه هتجيب كده توكيلات من النواب يعني تديهم لنا بالزوفه كده؟ يعني ازاي يعني؟ اي نائب النهارده له كيان وله وضع وله احترامه، والنائب اذا كانش مقتنع انه عايز يدي فرصه لممثله او معكوسه بطريقه ثانيه، ما شايفين 500 توقيع راحوا للرئيس السيسي. ايه اللي يمنع يدوا 20 تزكيه لمرشح نازل ينافس؟ يعني دي ما فيهاش حاجه تعيب اي حد. الناس اللي عملوا هذا الدور بيفكروا بتفكير ايجابي يعني غير نمطي. طيب عندي مصطفى حسان بيسأل، أنا عايز أعرف المرشح أفكاره قدامي، فأنا بسأل شايف 25 يناير ثورة ولا مؤامرة؟ ده عايز يخسرك كتلة. أنا مستعد. أنا مستعد يمين هتخسر. لا أنا مستعد شمال. أنا مستعد أخسر هذه الكتلة لو كان هو ده اللي هيزعلهم، لكن أنا شايف إن 30/6 هي الثورة الحقيقية اللي أمس في مرحلة معينة. إذا 25 يناير كانت ثورة تصحيح مسار في وقت معين، لم ما حافظوش عليه ليه؟ اتسرقت منهم ليه؟ سلمتوها للاخوان ليه؟ فدي قصص. لا ما هي طب هي ثوره واختطفت، لكن انت هنا بتعتبرها انها ليست ثوره. انا بعتبر ان اذا الواحد بيقوم بثوره ويورط الناس كلها اللي حواليه والشعب وراه، يبقى دي مش ثوره. ثوره ايه اللي انت بتحافظ عليها؟ ان انت عملت حاجه معينه وسبتها تسرق منك وبهدلتنا سنين بعد كده وخسرتنا اقتصاد ودخلتنا جبت الاخوان حكمونا، فيعني انهي ثوره اللي انت بتتفاخر بيها وانت لم تقوم بدورك الفعلي في استكمالها؟ مع اختلافي معك طبعا، لكن انت كمرشح رئاسي من حقك انك تعبر عن افكارك، شايف 25 يناير ليست
ثورة غير مكتملة. يعني أنا بتكلم إن في فرق من ثورة تمت واستكملوها. لا ما هي لا ثورة أو مش ثورة. أنت شايف هي غير مكتملة. ما إحنا شوف معنا. لا ما حتى هي... الذين يؤمنون بالثورة بيقولوا إنها لم تكتمل ولم تحقق أهدافها وتم اختطافها. لا هي يعني ما تنساش إن الدور اللي قامت بيه 25 يناير شالت نظام كامل. فبالتالي يعني قامت بالدور اللي هي كانت عايزاه. لكن انت ضررتنا بعد كده او كل القائمين على هذه الثوره ما وقعونا في اوضاع في منتهى السوء بعد كده ودخلنا يعني شايفنا الحقد الاذى طبعًا بمصر. طبعا طيب برضو كمان عشان بيقول انا عايز حد تاني بيقول انا عايز افهم ضيفي ايضا بيقول في فيما يتعلق بالقضايا كمان اللي هي الغلاء وارتفاع الأسعار. أنا كنت بسألك السؤال ده مش شايف إن دي لماذا لا توجه انتقادات لمنافسك في الانتخابات من هذه الزاوية؟ لا يا شوف أنا عايز أقول إحنا في الآخر إحنا بنتكلم عن المواطن واللي بيقاسي من الغلاء سواء من أيا كان القرار. يعني مفيش حد بيقول أنا هغلي الأسعار عشان يضر المواطن المصري. لكن في حاجات اليات تانية بتسبب هذا الكلام. فين الانتاج الكثيف؟ مفيش انتاج. ليه؟ ما هو الانتاج النهارده لما بيزيد بيرخص السلع. العرض والطلب ده نظريه اقتصاديه مطروحه. فين انتاج الصوب الزراعيه الافقيه؟ فين التصدير من هذه الصوب؟ فين الزراعات في الظهير الصحراوي وال هذه المناطق؟ زراعه الصوب الزراعيه في الصحراء وفي الارض الرمليه احسن بكتير جدا من الارض الطينيه وبتطلع في مواسم مختلفه وبتدي فرصه للتصدير بحجم كبير جدا. كل الكلام دوت يعني انا مش شايف ليه المسؤولين ووزاره الزراعه والمجموعه ديت ما ركزوش في هذا الكلام. يعني انت في قضايا الغلاء وارتفاع الاسعار انت تركيزك على زياده القوى الانتاجيه بالظبط وزياده القوى التصديريه كما ودي اللي هتحسن الامور وترخص الاسعار فعلا. لكن غير كده وقت هيبقى صعب جدا يعني. طيب سؤالي الاخير وانا بختم الجديه في الترشح. أنت جاد جدا في الترشح وبتقول للناس لا تتعاملوا معي على إن أنا يعني نازل كده كدكور أو لاستكمال الترشح. لا أنت جاد وعندك برنامج هتطرحه وهتتكلم فيه وهتجوب المحافظات ويعني يمكن حتى إنك تعقد مناظرة مع المرشح الاخر اذا تطلب الامر ذلك. يعني طبعا يعني احنا بنتكلم اولا يعني ديت منافسه شريفه ليها فكر معين. كل واحد عايز يطرح الحاجه اللي تخلي الاداء بتاع المواطن المصري يختلف ويتحسن واحنا طرحين هذا الفكر فعلا وهنطرحه وهنتكلم مع الناس بتفاصيل فيه. اذا كان هذا الفكر الناس هتشوفه باسلوب ايجابي فقطعا هيفكروا ان احنا يبقى لنا فرصه كبيره في هذه الانتخابات. اما غير كده وقت في اي وقت هيحصل فيه مناظره. المناظره انا بعتقد دي بتيجي في مراحل متاخره في الانتخابات اذا كان في الموضوع اللي يتطلب المناظره في هذه العمليه وانا اعتقد يعني ده هيشرف كل الاطراف في هذه المناظره يعني. ان شاء الله. مهندس موسى مصطفى موسى بشكرك لانك رديت على كل الاتهامات التي تثار على الساحه كل الاسئله كل حتى الحملات اللي بيتم تسويقها الان. والحقيقة أنا بدعو أي حد عنده مستندات مناقضة لما تحدث عنه يمكن أن نزعها. يعني البعض اللي اتكلم على أنه ما فيش مؤهل عالي هو تحدث عن ذلك أن جمع التوقيعات والتوكيلات كان بطريقة غامضة ومريبة. هو تحدث أيضا عن ذلك أنه جاء بضغوط أمنية أو مدعوم من جهات أمنية. هو أيضا تحدث عن كل ذلك وبالتالي اللي عنده ما يناقض ده يعني ننتظر أن يأتينا به. خلونا في كل الأحوال وإحنا داخلين على الانتخابات إنها تكون فرصة لمناقشة كل القضايا والأزمات والمشاكل ومن بينها كمان حالة العقم السياسي اللي ناقشناها حالة الضعف عند القوى السياسية بحيث إن كنا نتمنى إن يبقى فيه يعني في 7-8 من المرشحين. مهندس موسى مصطفى موسى بتوجه لك للشكر. شكرا. ان شاء الله غدا هنكون معاكم في حلقه جديده.